أعلن أكاديمية القديس كرولوس عن وجود محاضرات لدكتور هاني رزق عبدو الكاتب المسيحي الدولي والعلامة الديني المصري الحائز على 7 جوائز عالمية في النشر المسيحي الدولي وثلاثة ألقاب دولية متميزة من دور النشر العالمية وهي The Great Guru Abdu, CBS World News 1981 The Egyptian Sphinx, Cambridge and Sterling Publishers 2011-2012 The Egyptian Messiah, Worldwide Who's Who and Profiles Magazine, New York 2013 To view the videos, lectures, go to www.stkirollosacademy.org Click on the last item in the menu, Dr. Hani Rizq Abdu, Video Lecture. بشارة العلم المسيحي للحق 17 كتاب هنا من نيويورك أحد مراكز القديس كيرولوس السادس لبشارة العلم المسيحي الحق أرجو أن
تتابعوا هذه المحاضرات بكل علم وفهم ويقين روحي مقدس بالروح القدس، والله يكون معنا جميعا. مبارك الآتي باسم الرب. مبارك الآتي باسم الرب. مبارك الآتي باسم الرب. كريا ليسون يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بركة يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بركة جميع القديسين تكون معنا. امين. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. آمين. مبارك الآتي باسم الرب. الرب يكون معنا. بركة العذراء مريم وجميع القديسين تكون معنا جميعا. مسايا و جريت جورو ابدو و ذا ايجيبشن سفينكس يعني ابو الهول المصري for writing, publishing all over the world, teaching and preaching the true Christian Science Bible. 17 books يتضمن 17 كتاب موسوعة كتب العلم المسيحي الحق، وهي العلوم الأساسية البيزك 7 كتب حجم كبير كله، وموسوعة المنطق المسيحي الحق كتب المنطق المسيحي الحق 10 كتب. هذه البشارة ابتدأت من عام 1970 إلى الآن طبعا و44 عاما حاليا، ودخلنا في 2015. كل عام وانتم بخير. هابي نيو يير. انا بتكلم هنا من نيويورك، واليوم السبت 3 يناير جانوري 2015. كل عام وانتم بخير اجين. واحنا هنا بنقدم من نيويورك محاضرات في بشارة إنجيل علم المسيح الحق، وحاليا المحاضرة رقم 76، وتشمل في كتاب المؤمن المسيح الحق هي المحاضرة الرابعة. واحنا بنمارس هذه ونلقي وبرزنت هذه المحاضرات التي تؤيد وتؤكد ألوهية الرب يسوع المسيح وبشارة المسيح وتلاميذه ورسله في العالم أجمع
لمدة 2000 سنة وإلى الانقضاء إلى الأبد. وكان لابد في هذا العصر، عصر العلمي، أن يخرج ما هو جديد في بشارة إنجيل علم المسيح الحق، أي حتى يثبت الإيمان بالرب يسوع المسيح ويزدهر وينمو ويثمر 30 و60 و100. وهذه هي إرادة الله الآب. ورايات البشارة هي العذراء مريم أم النور، وكروز البشارة هو القديس بارمرقس الإنجيلي، وشفيع البشارة قدامكم أهو القديس الحبيب كرولوس السادس، ورئيس الخدمة الروحية في البشارة القديس مريمين العجيبي، وملائكة وقديسين يمارسوا معنا هذا العمل من الملكوت الروحي الإلهي لأجل انتشار وبشارة إنجيل العلم المسيح الحق في العالم أجمع. وإحنا زي ما قلنا الذي يعمل معنا بجد واجتهاد واقترار روحي كامل القديس الحبيب بابا كرولوس السادس، اللي هو اقترن بنا روحيا منذ رحيله في العالم في 9 مارس 1971 وإلى الآن معنا. وإحنا هنا عملنا حاجات كتير بشأن هذا الموضوع، وأسسنا اللي هي ديفند كريستيانتي ايجيبشن امريكان فاونديشن، جنبك هي موجوده اللوجو بتاعها، وترو كريستيان ساينس اورجانيزيشن، و سانتا كروز 6 وورلد اكاديمي، كله يشمل في اللوجو هنا، والذي يربط بين المفهوم العلمي ساينتيفيك فيه للريليجن الذي ابتدا من قدماء المصريين زي ما انت شايف ببنائهم 3 أهرامات رمزا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس، ووضعهم امامه ابو الهول كوجه الملك خفرع الابن متجسدا في هيئه جسد اسد ليهب الاستعداد للخلاص والحراسه، رمزا للرب يسوع المسيح الاب الالهي الذي تجسد في وجود انساني، في الوجود الانساني لكي يخلصه. وطبعا بجانب هذا زي ما انت شايف هنا في اللوجو موجود ايه؟ موجود ذا ايجيبشن انخ اللي هي كي اوف لايف، علامه الخلود زي الصليب بالظبط، تنبأوا بيها. مفتاح براس دائرة كي اوف لايف، معاك المفتاح ده تخش الخلود، عبارة عن مفتاح بيدين زي صلب المسيح الصليب، والرأس مرفوعة ومنتصبة دليل على القيامة من الأموات. سبقوا الأحداث كلها وتنبأوا. ليه؟ لأن من مصر دعوت ابني كما قال هوشع النبي في سفره، لما كان إسرائيل غلاما أحببته، ومن مصر دعوته ابني. واحنا حاليا زي ما قلنا لك بنيجي في سنة 2000 دلوقتي و4 15 كل عام وانتم بخير، وبنجدد هذه البشارة بالمفهوم العلمي الممتد عبر الألوف السنين من أيام قدماء المصريين إيشان إيجيبشن حتى الآن إلى قمة العلم، وهو إيه؟ أمريكا، يونايتد ستيت اوف امريكا اللي احنا جينا فيها في نيويورك هنا، والتي تمثل بتمثال الحريه ستاتيو اوف ليبرتي اللي هم موجودين في اللوجو زي ما انت شايف كده هنا على الجنب شمال ويمين، فاصبح اللوجو كله ماسك الموضوع كله، الكون الروحي كله من بدء القدماء المصريين الذين تبحروا في مفهوم الريليجن وعاوزين يعملوا الخلود وحنطوا اجساد الموتى عشان تقوم الأموات، وعندهم هذه الفكرة، وعملوا 3 أهرامات رمز الأب والابن والروح القدس، وعملوا أبو الهول المصري رمز جسد الرب يسوع المسيح اللي هو الابن الإلهي الملك اللي هو الثاني اللي هو خفرع، وكل دي رموز، وعملوا الكي اوف لايف مفتاح الخلود اللي تخش بيه الحياة الأبدية اللي هو صليب الرب يسوع المسيح وهو مصلوب، وبعدين قيامته منتصب الرأس وصاعد إلى السماء. هكذا يكون. فأصبحت هذه هي عشان من مصر دعوت ابني.
تمثل والكنيسة القبطية، احنا ممثلين الكنيسة القبطية، انا والمقترن القرين الروحي ليا القديس الحبيب كورولوس الثالث 44 عاما، ونشرنا الكلام ده كله في العالم اجمع، انما الاساس بتاعنا هو الكنيسة القبطية. من مصر دعوته ابني، فاصبحت الكنيسة دي بالرغم اللي احنا جمعنا المفهوم العلمي وربطناه بين قدماء المصريين مرة بالعصور كله والكنيسة القبطية وبماري مرقس الانجيلي معانا وقديس حبيب كرول السادس ومريمين العجيبه والعذراء مريم ام النور، عملنا الكنيسة الجديدة دلوقتي هي الكنيسة القبطية، هي هي بس بمفهومها العلمي الجديد، ستثبت ببشارة انجيل علم المسيحي اذا اقبلت عليه واحتواها وصبخها بالروح العلمية للفهم العلمي الكمي الحديث حتى تقبل من العالم كله وتكون بذرة بشارة انجيل علم المسيح الحق في العالم اجمع. فعشان كده عملنا جبنا اللوجو اللي انت شايفه ده وحطنا له القباب الثلاثة اللي انت شايفها حاليا قدامك اللي هو This is the true Christology. Christology يعني علم المسيح الحقيقي، الحق الحق اقول لكم. The true Christology universal، هتبقى عموم العالم كله. Coptic Church. That is the way. ورب يسوع على القمة وفوق على الطب بالعلم المسيح حق ثلاثة قباب هنا. وهنا طبعا وإيد قبة الكنيسة والرمز اللي هو قلنا عليه اللي هو ثلاثة أهرامات أب والابن والروح القدس وأبو الهول المصري رمز التجسد المسيح في العالم يسوع يعني. وهنا اللي هي علامة الخلود كي اوف لايف صليب برأس دائرة على الصلب والقيامة. وبعدين هنا زي ما انت شايف هنا اللي هو تمثال الحرية رمز للعلم والتقدم، واللي يمسك من هنا ونازل هنا على طول كله خط ممتد خليك معايا عبر ألوف السنين من الإيجيبشن قدماء المصريين انشنت إيجيبشن إلى القمة هنا اللي هو تمثال الحرية واللي هو موجود هنا يحمل الشعلة، شعلة العلم الديني والفهم الديني لبشارة إنجيل علم المسيح الحق. وهنا متأسس عليها هنا اللي هو الرمز بتاعنا اللي بنحطه في كتبنا اللي هي مراكز القديس كرول السادس لعلم المسيح الحق ذات السوي. وحاليا احنا طبعنا حاليا فلاير يعني ورقة كده بتتفرق في الكنائس كلها عبر كندا واستراليا وامريكا وما الى ذلك وفي مصر وما الى ذلك لهذا العام الجديد 2015. وانت شايف هاي الفلايرز تتضمن العذراء مريم والرب يسوع المسيح والقديس الحبيب كرولوس السادس اللي هو منشئ بشارة انجيل علم المسيحي وفي خلفه راعية الاكاديمية راعية البشارة عذراء مريم وهنا ماري برقس الانجيلي اللي هو كروز البشارة حتى يكمن بشارة العلم المسيحي في العالم اجمع. وهنا كتب العلم المسيحي الحق وبنقول فيها ارجع للمحاضرات على الويب سايت بتاعتنا سانت كروس وورد اكاديمي وعلى اليوتيوب كلها موجودة، كل محاضرة دي رقم 76 هتكون ان شاء الله وهنكمل حتى يكمل بشارة انجيل علم المسيحي. وهنا طبعا زي ما قلنا لك العذراء مريم هنا والرب يسوع المسيح هنا وهنا موجود القديس حبيب كرول السادس واللوجو هنا بتاع اللوجو موجود هنا اللي هو بتاع بشارة انجيل علم المسيح الحق. وهنا الشخص المتواضع اللي هو مسيح كتب الحق مسيح ملكوت الألفين الإيجيبشن مسايا وما إلى ذلك الذي أطلق عليه عشان خاطر البشارة ناشئة من مصر. وأنا موجود هنا برضو ما بين العذراء مريم وقديس الحبيب ماري برقس الإنجيلي عشان اكتمال البشارة. الرب يعين وينجي ويحفظ ويسبر ويكمل العمل لأجل الوصول إلى ملكوت الله، هذا مطلوب وهذا حق. الرب معكم. وحاليا هنتكلم في المحاضرة الرابعة من كتاب المؤمن المسيح حق وهو الكتاب الثاني
من موسوعة كتب المنطق المسيح الحق التي تتضمن 10 كتب. هذا هو الكتاب الثاني، وهذه هي المحاضرة رقم 76 عموما في محاضرات بشارة إنجيل علم المسيح الحق، والمحاضرة الرابعة في كتاب المؤمن المسيح الحق اللي هو قدامكم موجود، وفي خلف الكتاب القديس الحبيب كرولوس السادس القرين الروحي لنا المشترك معنا في هذه البشارة عبر السنين الماضية 44 عاما. اوكي، وحاليا احنا هنتكلم على المحاضرة، ونحب ندي اختصار على المحاضرة رقم 75 قبل ان نبتدي في المحاضرة رقم 76 عشان تبقوا تلموا معانا الموضوع. المحاضرة رقم 75 كتاب من كتاب المؤمن المسيح الحق اتكلمنا فيها في 3 فصول، خليك معايا، الفصل 9 والفصل 10 والفصل 11. الفصل 9 كان بنتكلم فيه على المنطق المسيح الحق اللي هو المنطق الروحي الموجب الحق، اللي هو فكر الحق، اللي هو فكر الله، اللي هو فكر المسيح. من عرف فكر الرب فيعلمه، اما نحن فلنا فكر المسيح. وانت عارف ان الله الآب هو ذات الإلهية وفكر الحق ورد الحق، والمسيح هو الصورة الإلهية، الابن الإلهي هو الوجود الصوري الإله الحق لله، وبعدين الروح القدس اللي هو الذات اللي هو الروح الإلهية اللي هو وجدان الروح القداسة روح الحق. فالحق في ذاته وصورته وروحه هو الآب والابن والروح. فأنت لو خدت فكر الحق هو فكر الله الآب اللي هو موجود، وخدته طبعا في الكلمة والعمل بالمسيح اللي هو صورته وبالوجدان الروحي اللي هو بروح الحق الروح القداسة، هيبقى عندك فكر الحق، فهيتضمن معناه ده المنطق المسيح الحق او منطق الروح الموجب الحق، يتضمن في عندك يبقى عندك تمييز شحني، لانك عندك فكر الحق الموجب العالي ووجدان الحق وعندك كلمة الحق وعمل الحق، فتميز الامور كلها من حيث شحنتها الروحية السالبة والموجبة، تقيس السالب وتقيس الموجب وتميز الامور وبمجابه وتعمل احداث. وبعدين عندك في ثمان، ما دام في فكر الحق اللي هو منطق المسيح الحق اللي هو منطق الحق، في فكر الباطل اللي هو منطق الباطل، ده صاعد من الهويه الروحيه من الشرير وابليس والروح النجس. الشرير هو ذات الباطل الكلي اللي هو فكر الشر ورات الشر، فيطلع هذا الكلام ده كله. وبعدين في الروح النجس اللي هو الوجدان الروحي النجس، وفي صوره الباطل الكلي اللي هو ابليس اللي هو كلمة الشر او كلمة الباطل وعمل الشر او عمل الباطل وما الى ذلك. فانت في كما في منطق مسيح روح الحق اللي هو من فكر الحق، في منطق الباطل شرير مظلم نجس اللي هو منطق الباطل. انت كانسان فكرك الانساني طبيعي، ده المنطق الطبيعي الاحداث بتفكر بيه، اذا ما كانش سلبت بالمنطق الباطل اللي هو الشحن الروحي السالب الصاعد اليك واللي احتلك من الشرير وابليس والروح النجس، من يعني ذات الباطل وصورة الباطل وروح الباطل اللي هو ذات الباطل هو الشرير، صورة الباطل اللي هو ابليس، روح الباطل اللي هو الروح النجس. اذا تلوث فكرك الانساني الطبيعي وسلب، تبقى هيخش فيك ايه؟ منطق الباطل، وده منطق الأشرار والخطاة وغير المؤمنين وما إلى ذلك. وبعدين عندك أنت بالنسبة أنت 3 أنواع من الفكر دلوقتي موجودين في الموضوع ده، فكر الحق فوق، فكرك الإنساني في العالم بلا شحنة روحية موجبة ولا سالبة، وفي فكر الباطل اللي هو في الهوية الروحية أو الشيطان في ذاته وصورته وروحه اللي هو الباطل في ذاته وصورته وروحه اللي هو ذات الباطل اللي هو فكر الباطل ورات الباطل اللي هو فكر الشر ورات الشر، صورة الباطل اللي هو كلمة الباطل وعمل الباطل اللي هو كلمة الشر وعمل الشر، وروح الباطل اللي هو روح التدين الباطل عبادة الشياطين في أديان الباطل. فعامة أو في الانحلال أو أي وجدانات روحية سالبة ونزعات إيثيرية سالبة من الانحلال والإلحاد والبلدة دي كلها جاية من الهوية الروحية من الشيطان في ذاته وصورته وروحه. فأنت كفكر إنساني طبيعي مفيش حد كامل، مفيش حد،
فانت فكرك الانساني اللي هو ده موجود ده طبيعي بلا شحنه اصلا موجود كده، فلا يسلب لا ايه يشحن بالسالب من فكر الباطل، لا يشحن بالموجب من فكر الحق، لا يفضل زي ما هو كده مش هيحصل، لانك انت موجود في العالم والعالم كله قد وضع في الشرير، ورئيس هذا العالم ابليس، وروح النجس بزكريا بيقول لك الروح الانبياء والروح النجس من الارض، فانت فيك ثلاث محاور مسكينه بتحصل الحاجات دي كلها، فيسلب فكرك او تتقدس وتولد من الله بالايمان بيسوع المسيح، ويبقى عندك جسم صور روحي موجب حق بيستقبل فكر الحق واراده الحق وكلمه الحق وعمل الحق ووجدان الروح الحق من ذات الحق اللي هو الله الاب، وصورة الحق اللي هو الاب، وروح الحق اللي هو الروح القدس، فهتبسط ليك فكرك في الحق اللي بيحصل ان انت وتبقى تكون كده او كده. لو انت في جريز هنا زي ما بقول لك المؤمنين بالمسيح حتى كمان ويولدهم الله بالايمان بيسوع المسيح بصورة الله بروح الله في جسم سوى روحي موجب حق يولدهم من الروح، فاصبح ان انت كلهم في جريد في براتب، الجميع سيحضر في المسيح، ولكن كل واحد في رتباته، واحد هياخد سي، واحد هياخد سي بلس، واحد هياخد بي، ده بالنسبه لجريد في امريكا هنا، وبي بلس، واحد هياخد اي، واحد هياخد اي بلس، واحد هياخد دي، ودي ماينس، وهو في دي بلس وما الى ذلك، وواحد هياخد اف هيسقط. الاف بقى ده لو دخل في الاف ده هيخش في منطق الباطل. هيوصل ده درجات برضو على تحت بقى معكوس الدرجات اف عادي اف كذا ماينس اف ونازل لتحت بالدرجات دي كلها، فانت اللي هيحصل حسب درجتك هتكون في الوجود اذا كان ايه او بي او سي او دي او ما الى ذلك، فبالنسبه للمفاهيم المصريه يعني او العربيه 50% 60% وات ايفر اللي انت حاطه اللي هو جسمك الصور الروحي الموجب هيكون 50% سالب وموجب 50% ما نعرفش الدرجه اللي فيها يعدي ويحيا ويطلع لفوق. فهنا بقى تطلع حاجات كتير، والفقره اللي بعديها المقاومه السالبه ان انت محتاج للاعانه الروحيه والمعونه الروحيه موجبه من قوات ملكوت السماوات حتى تعينك على ان انت تثبت من يغلب يجلس معي في عرشه كما غلبت انا وجلست مع ابي في عرشه، فحكايه كبيره قوي. تنتقل بعديها للفصل العاشر اللي هو بعديها على طول الحرب الروحيه اللي اتكلمنا عليها في المحاضره السابقه، المحاضره رقم 75 انا بتكلم فيها دلوقتي، وملكوت السماوات، الحرب الروحيه وملكوت السماوات. اساس العمليه كلها ان الرب يسوع لما جه يوحنا المعمدان قال قد اقترب منكم ملكوت السماوات. ومن زي ما جه يوحنا المعمدان الى الان ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفون، في حرب. دي الحرب الروحيه. هتحارب. في فكر حق وفي كلمة الحق ورد الحق ده من فوق، في فكر الباطل فكر الشر وكلمة وعمل الباطل وروح الباطل ده طالع من تحت من هوية روحية من العالم السفلي السابق. انت في الوسط عاوز كفكر انساني عادي عاوز تخلص، فانت حسب ما يحصل ان انت جالك المسيح عشان يديك الخلاص مجانا، ان انت تؤمن بيه بس فقط ايمان فعال مش ايمان طقوس او ايمان تراديشنال او ايمان اسمي او ايمان شكلي، ايمان ولاده من الله بصوره الله وبروح الله، ايمان فعال المولود من الجسد جسد هو المولود من الروح روح روح هو روح والله روح وبروح حق ينبغي تسجده له، يبقى تولد من الروح. اذا كان في جسم سوى روحي موجب حق هتبتدي بقى الحرب، ما فيكش فرجت ما فيش حاجه حرب خالص بالنسبه لك، جالك اخترت ان انت تولد من الله بجسم سوى روحي موجب حق بالايمان بيسوع المسيح، واصبحت انك فيك بذره كلمه الله اللي هو المسيح اللي هو انت ابتديت تكون من ابناء الله، هتبتدي الحرب. فهنا هتبتدي الحرب، لا تكمل جسمك سوى روحي الموجب بالثبات في الايمان فقومه راسخين في الايمان، هو ذا ابليس خصمكم في رساله بطرس يقول حولكم لحاول ان يبتلع كل حين كاسد زائر فقاوموه راسخين في الايمان،
وبعدين في اعمال الحق عشان تبني بيها جسمك الصور الروح الموجب، الايمان بيجي لك تيار الشحن الروح الموجب باستمرار، تعمل اعمال حق تبني جسمك الصور الروح الموجب بالطريقه دي، تنمو صوريا وروحيا وتتحرك، يبتدي فيك حركه زي العيل اتولد كده ينمو يتحرك، يبتدي يتحرك لفوق ويطلع الى ملكوت الله، والحرب تبدا لانك تهو ما تتحرك. التنين بيقول لك اللي هو قوات السالب الروحية، شياطين أرواح نجسة أرواح شريرة، وقوات السالب الباطل يعني الجسدية المادية اللي هي الأشرار والخطاة والظالمين وغير المؤمنين يحاربوك. فبص تلاقيك أنت هتغلب ولا مش هتغلب، هتختصب ملكوت السماوات تخصم وتختطفه ولا مش هتنجح وتقع، هكذا ده بيخليك إذا عرفت تعمل كده هتخش ملكوت السماوات وانت في حياتك في الجسد، وتبقى من ابناء الله في العالم وليس من ايه؟ من ابناء الناس. لس انتم لستم من العالم كاني انا لست من العالم. وبعدين هنقول لك بعد كده الفقره اللي بعديها الموت الروحي، ازاي ان انت لو خسرت المعركه ولم تؤمن بالرب يسوع المسيح وسلبت بالباطل الكلي في ذاته وصوته وروحه واصبحت هتولد من الشيطان في ذاته اللي هو شرير بصورة الشيطان اللي هو إبليس وبروح الشيطان اللي هو روح النجس في جسم صويا روحي سالب، تسقط به تتحرك به زي ما ده عمل اللي فوق بيطلع، زي ما الجسم صويا روحي السالب إذا أنت حصل لك الولادة الصورية الروحية سالبة من الشيطان في ذاته بصورته وروحه بجسم صويا روحي سالب، هيكمل كل ما تزيد من اعمال الخطايا والشرور والنجاسات والانحلال وما الى ذلك، ينمو جسمك الصور الروحي السالب ويزيد حركته وقوته السالبه في الهبوط للهاويه الروحيه، فينزل تحت وانت موجود في حياه العالم، او اول ما تفقد جسدك المادي يقوم نازل على طول في الهاويه مجذوب بقوه جذب السالب، الجاذبيه تبقى عالية جدا في الهوية الروحية، فتقوم تخش في عالم الظلمة الروحية وبعدين تشحن بالسالب قوي وتكلف بأعمال سلب تطلع على فوق العالم كشيطان أو روح نجس أو روح شرير وتسلب نفوس الناس عشان تجيب حصاد أخر، فهكذا. عشان كده احنا بنقول لك لازم تجاهد ضد الموت الروحي أنا بقول، وبعدين تتمسك بالحياة الأبدية عشان تطلع لفوق عملية، وبالطريقة دي في ايه تشمل الفقرة اللي بعديها الحرب الروحية، لأن العملية دي كلها حرب جامدة جدا وبعدين أنت ربنا ما بيسيبكش كده لأنه شايف العملية كلها، إذا كنت مولود الله وآمنت بالمسيح وبقيت من أبناء الله وفي جسم سوى روحي موجب وتحرص على التمسك بالحياة الأبدية وثبات الإيمان باستمرار الشحن بيجي لك الروح الموجب بوسائل عدة كتير قوي، صلاة وصوم وما إلى ذلك وصدق وأعمال حق وما إلى ذلك، فبتعمل أعمال الحق فبتتحرك لفوق، كلما تتحرك لفوق بيبقى فيك قوة جذب لفوق على طول، عند الله في جذب علوي جامد جدا هيشدك لفوق، يسهل لك حركة الصعود الروحي الموجب الحق حتى تدخل ملكوت الله وأنت في حياة العالم، أو هتبقى في مكان قريب طالما فرغت الجسد المادي ابص تلاقيك قريب قوي يشدك الحبه الباقيين عشان انت تبعه خلاص من اول قبل. فهنا الفصل 11 بعديها اللي هو اتكلمنا فيها في المحاضره السابقه على امتداد الوجود الانساني المادي والروح، وقلنا فيه انسان العالم المادي ده طبيعي، فلو ما فيهوش شحن روحي موجب ولا سالب وطبيعي، او حتى لو في سالب عامه يعني طبيعي يعني بيصدر بالعقل والتعقل، بيبقى كل حكايته ان هو امتداد وجوده هيفنى بالموت بعد حياته، لان ما فيش جسم صور روحي موجب ولا حاجه ابدا اطلاقا، ما فيهوش نشاط وجداني روحي، كله عباره عن نفساني جسدي قاعد يدور انا اعمل ايه وامتلك واعمل، فامتداده وجوده الانساني عشان عارف ان هو هيموت بيبقى امتداد يخلفه في ولاده ناس بعديه، يعني اولاده يمتد بيهم واملاك يمتلكها يسيبها له، ده باطل كله هيبطل كل حاجه. انسان العالم بعدين هو انسان العالم المادي اذا حط مخه في الحكايه دي محبه العالم ومحبه المال واقتناء الاشياء والحاجات دي عادي طبيعي تعقل
طبيعي عشان سيرفايفل يعيش واكتسب من العالم حاجات، بقى مخه كله بينشغل فيقول ايه لا يطلب الخلاص من الموت الروحي اللي هو ان هو هينتهي، ولا يطلب التمسك بالحياه الابديه، لان زي ما بيقول لك الرب يسوع المسيح هموم وغنى وسكر الحياه، الحاجات دي كلها تقنق الكلمه فتصير بلا صبر. فدول كلهم النوع ده كله ما نايم مش دريان، بيسلبه الامور الدنيويه مش الساب عامه، وبينتهي ويفتح ويكون يفنى بلا وجود امتداد روحي او مادي يفنى. وبعدين عندك امتداد الوجود المادي الباطل اللي احنا قلنا عليه او السالب، انه هو يتبع ابليس ويحب العالم ويشحن شحن الطاقه الروحي السالب، فكر الباطل واراده الباطل وكلمه الباطل وعمل الباطل وايه وجدان التدين الروحي الباطل، وتبص تلاقي اتولد في جسم صور روحي سالب فينزل الهويه ايه؟ الروحيه. ده يبقى امتداد روحي ايه؟ سالب. وبعدين في امتداد الروح الموجب اللي احنا قلنا عليه الانسان الرب اللي هو فوق. يبقى اي انسان يولد في العالم يا اما عنده امتداد وجوده مادي بان ما يولد اولاد تخلفه. اللي خلف ما ماتش ويمتلك الحاجات في الارض. كل ده هو هيبطل ويفنى. انت تراب ولا تراب تعود، ملوش حاجه. خلاص مفيش روح وجداني نشط ولا يبقى روح فاضله ولا يولد من الله بالايمان بيسوع المسيح. مفيش لا جسم سوى روحي موجب ولا في روح فيفنى. ده كتير قوي. كل العالم كده يفنى. في سلبه الشيطان لانه عاوز حاجات تيجي له تحت، وفي خلصوا المسيح الله بالابن الالهي بالايمان به والولاده الصور الروحيه منه ويطلع لفوق. فيبقى يا انسان امتداده يكون مادي جسدي، يعني يجيب صورته هو ذات، جاب صور منه اللي هو اولاده يخلفوه ودول اوكي برضه هيبطلوا فكل حاجته تبقى باطله. ما جابش اولاد وحاجات من دي بيعمل صور ذكرية باطلة برضو تبطل بوجوده. فكله زي ما بيقول سليمان الحكيم جيل يأتي وجيل يزول. على طول كله ماشي ورا بعض. باطل اباطيل كل باطل قبض بيه. وفي امتداد روحي موجب حق اللي هو الولادة من الله بالإيمان بيسوع المسيح، فيبقى جسم صور روحي موجب يطلع لفوق في ملكوت السماوات. وفي امتداد وجود روحي سالب للإنسان، ده يعمل جسم صور روحي سالب بيتبع الشيطان. عشان كده الرب يسوع قال بيقول لبولس الرسول اما خده يبعثه للامم العالم كلها لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله. ده الشيطان هياخدهم امتداد روحي سهل. الله ياخدهم امتداد روحي موجب بالايمان به ده يسوع المسيح اللي بيتكلم بولس. يقول له غفران خطايا ونصيبا مع المقدسين فوق في ملكوت السماء. هكذا. اوكي. انا هديك اللوحه دي عشان تشوفها برضو، يبقى فاهم ثلاثه فصول تركز عليهم. دي المحاضره السابقه 75 وبتبقى مقدمه للمحاضره اللي بعديها. قدامك ايه ثلاثه فصول، العاشر والحادي عشر والثاني عشر. زي ما قلنا لك عليهم المنطق الروحي الموجب الحق اللي هو المنطق المسيح الحق وفقراته الخمسة واعتبر، وبعدين اللي هو سوري اللي هو الحرب الروحية وملكوت السماوات والنقاط التي تكلمنا فيها، وبعديها اللي هي الامتداد المادي والروحي للوجود الإنساني. ده الفصل التاسع والعاشر والحداشر. وبعد هنتكلم النهارده بقى في محاضره النهارده على محاضره 76 على ثلاثه فصول اخرى تكمله لهذا الباب. اوكي. That's the way. والابن والروح القدس الان واحده منه. حاليا هنتكلم على المحاضره رقم 76 من كتاب المؤمن المسيح الحق الفصل الثاني عشر. بنتكلم في كل الاديان او الدين عامه
هما حاجتين، اي دين يبنى على اساس الرب يسوع ظهره قوي يعني. الله والشيطان، حق وباطل، والله بتاع الخير والشيطان بتاع ايه؟ الشر. والله والشيطان وجود روح، وجود روح الرب يسوع اصلا الابن الالهي وجود روح. قال على الاب الله روح، الله نفس روح، وبالروح الحق ينبغي ان تسجدوا له. فهو الابن الالهي هيكون روح، وجود روحي مش يعني وجود طبيعته روحيه، يعني جاي من كون روحي ازلي ابدي، مش الكون المادي اللي انت قدامك ده، هو تجسد في جسد انساني ونزل في العالم، لكن اصلا ده كون روح اعلاه وموجبه اللي هو الله في ذاته وصورته وروحه، اللي هو الحق الروحي في ذاته، فكر الحق ورد الحق، ده كله ده روحي، وصورته كلمة الحق وعمل الحق، وفي روحه اللي هو وجدان الروح الحق. فالله روح في ملكوت الله، Kingdom of God، ملكوت الله اللي هو في سماء الكون الروحي، بنقول عليها ملكوت السماوات، يعني سماء الكون الروحي، أعالي الكون الروحي، الله العلي أشرف من السماء، ده من سماء الكون الروحي، كل ده كون روح مش كون مادي، ده كله موجود. والرب يسوع هو وجود روحي أزلي أبدي، اللي هو الوجود الصوري لله، إكمام صورة الله، تجسد في العالم في صورة إنسان، صورة جسدية، هيئة إنسان موجود، اللي هو يسوع ابتدى يجي دلوقتي في العالم. والمسيح ما بيتكلم في كل تعاليمه وكل مفاهيمه روحي، الكلام الذي أكلمكم به روح وحياة، الجسد لا يفيد شيئا، الروح هو الذي يحيا. فكل روح، وبعدين بيحارب مين؟ الأرواح النجسة، أرواح الشريرة، والأرواح والوجدانات، الأرواح الشريرة والأرواح النجسة والشياطين، بيحارب الشيطان في ذاته وصورته وروحه، ده مملكة تانية قوية جدا روحية في الظلمة الروحية، في الهاوية الروحية، يبقى هاوية الكون الروحي لمملكة الشيطان، تتضمن ثلاثة أخطار، ذات الباطل الكلي اللي هو الشرير، اللي هو فكر الباطل وإرادة الباطل، ده مقاوم لفكر الحق وإرادة الحق اللي هو الله الآب، وصورة الباطل الكلي اللي هو إبليس، ده موجود اللي هو كلمة الباطل وعمل الباطل اللي هو الشر الموجود، ده بيقام المسيح الابن الالهي قبل ما وجاله هو في هيئة انسان يقامه في العالم، يحاربه في الوجود الانساني اللي سلب بيه بالشيطان. والروح النجس بيقام الروح القدس مضاد للروح القدس. فهنا ده اسمها ايه؟ كل الحكاية دي ان الرب يسوع المسيح ما بيتكلمش عن مملكة ارضية ابدا. لستم من هذا العالم كما اني لست من هذا العالم، انتم لستم ما دام ردتم الله بالايمان بيسوع المسيح، مملكه روحيه. ليه روحيه؟ لان جسدك اللي انت موجود ده فيه اللي بتدرك بيه العالم المادي بالخمس حواس بتاعك والفكر المادي بتاعك سيبطل بالموت. والموت ده جه منين؟ ده سلطان ابليس. زي ما قال له في الاول في الرمز اللي بيقوله موسى في كتاب موسى، يعني ان هو من جميع شجر الجنه تاكل، اما شجره معرفه الشر اللي هي الباطل فلا تاكل منها، يوم ما تاكل منها موتا ايه؟ تموت. فمات، دخلوا الباطل فمات، دخلوا الشيطان زي ما جت في الحيه كده. فهنا كل عمليه اساسيه في الدين كله اللي هو الله والشيطان كلها ممالك روحيه. الاجناس بتاعت الشيطان كتيره جدا، هذا الجنس لا يخرج الا بالصوم والصلاه، كلها اجناس روحيه سالبه موجوده، ممالك موجوده، واللي جاي من فوق مش بيحارب العالم المادي، هو بيحارب الوجود الانساني في ظلمته التي سلبها الشيطان بيها في الناس الموجوده، بقوا اشرار تبعه وخطاه وغير مؤمنين، هو ما بيحاربش الوجود الانساني. عشان كده المسيح لما اتكلم بيتكلم معاهم ورجعت بقى البيبل دي مسلوبه، اغفر لهم سيبهم مش عارفين هما بيعمل ايه، انا جاي احارب الشيطان نفسه في ذاته وصورته وروحه في مملكه الممتده من الهويه الروحيه،
حتى اسفل اجداد الشر الروحيه في السماويات اسفل ملكوت الله، زي ما بولس الرسول بيقول لك شرير رئيس اجناد الشر الروحيه في السماويات. فانا جاي وجاي احارب ابليس ده وجود روحي سوى رساله في العالم، رئيس لهذا العالم، مش رئيس هذا العالم، رئيس وجود الانسان سلم بيسلم طلع وسلم. وبحارب الروح الناجس بالهويه الروحيه، حرب روحيه بين الله والشيطان. الله الاب ابا بعت ابنه عشان يخضل الاعداء دي كلها، ما تاخضع الكل يخضعهم يجيبهم تحت قدميه، ده تمثيل بيقول عليه بولس الرسول، سيخضع الابن للاب في الاخر لان ابي اعظم مني، الرب يسوع بيقول لك كده. فيهمنا في هذا الفصل الثاني عشر اسمه الباطل الروحي والحق حق روحي، كل ده روحانيات. انت مش هتقعد الى الابد في العالم في وجودك الجسدي، هتموت. فلازم تدور فين الحق الروحي وفين الباطل الروحي، وتطلع الحق الروحي فوق او تنزل الباطل الروحي تحت، او تفنى وتموت كوجود جسدي فاني ميت باطل زيك زي اي حاجه حيه. فهنا هنتكلم على الباطل الكل الروحي اللي هو الموت الروحي، سلطان الموت كله ده بيسلمه، فبيموت بيموت روحيا. الروح هو الذي يحكم، فاذا سلب الروح دي اماته الروح بقى، تبقى سالبه روح نجس وروح شرير وتبقى شيطان. وبتاع الباطل الروحي اسهل حاجه عشان تتعبد له الامم يسلبها في خطايا زنا وما الى ذلك وانحلال خلق وما الى ذلك، لكن الاساس كله بتاعه اللي هو يعبدوه، ما دام عبدوه يعني يوجهوا اتجاههم الروحي تحت ويعبدوه. فدول اسمها ديانات، من هنا خرجت ديانات الباطل الروحي بسلب الديانات الروحيه، هتتعبد دول ايه؟ الامم وديانات الباطل، هنتكلم عليها ايه ديانات الباطل. الفقره اللي بعديها ايه هما؟ اما انت دلوقتي قلت الباطل الكلي، عندك الحق الكلي اللي هو الله، اللي هو ذات الحق وصوره الحق وروح الحق، الله في ذاته وصورته وروحه، اللي هو الاب والابن والروح القدس. اللي قلنا عليها قبل كده في المحاضرات السابقه ازاي تمت الولاده، معادله الولاده الازليه الابديه، ولاده الابن من الاب، ولاده الصوره من الذات بالروح. الثلاثه دول موجودين، ذات صوره روح. موجب حق. ولد ازاي؟ صوره من الذات، لان الذات ده فكر الله وإرادة الله، فكر الحق وإرادة الحق. فكر ازلي ابدي لا محدود. الفكر ما دام بيتنشط ومطلق وجامد قوي 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 ما يقدرش يستنى. لازم اول حاجه يعملها لذاته ايجاد صوره لذاته. ينطق كلمه وعمل الله يعمل. فولاده الصوره من الذات بالروح. لان الله حي في روح. فعمل على طول ولادة الايه؟ ابن الالهي اللي هو الوجود الصوري له. اصبح اللي هو الابن اللي ما فيش يسوع هنا ولا مسيح. ده الوجود الصوري الالهي لله. ولد من ذات الله بروح الله. ده اول اعمال الله الازليه الابديه. موجود، فاصبح الله له ذات وله صوره وما له روح. بعد كده الذات اللي هو الفكر وإرادة الله، فكر الحق وإرادة الحق، شاف الوجود الصوري الإلهي بتاعه عجيب مطابق له، عمل له صورة يعمل إيه؟ أخلق منه. ده كله أزلي أبدي، مفيش أزمنة هنا. خد الوجود الصوري الإلهي بتاعه بفكره وإرادة الحق بتاعته وخلق خلق عجيب. كون صوري روحي وكون صوري المادي اللي أنت اليونيفرس اللي هو شايفه أنت ده. يبقى أصبح في كون صوري روحي ومقابله كون صوري مادي. عجب عجيب، عمل عجيب في الخلق. أعمل كون صوري روحي وكمان كون صوري مادي بلا شحنة. أما عمل الكون الصوري الروحي الموجب الحق لأنه حق ومطلق وموجب، وأصبح وجود صوري كوني روحي موجود، أصبح على طول عمل بالتضاد الشحن. على طول وجود صوري روحي سالب، وهنا خلق الشيطان في ذاته وصورته وروحه تشكل على طول. فاصبح هنا اما عمل كده الله واحد في ذاته وصورته وروحه. لما عمل الخلق ده واصبح فيه كون صوري روحي وفيه كون صوري مادي،
وهوية الكون الروحي الصور الروحي خرجت اللي هي تشكلت الشحنات السالبة الروحية في ذات وصورة روح تضاد الله، فخرج الشرير والبيس والروح النابت له ذات وله صورة وله روح، فقال ايه؟ انا اتحد وبقى مضاد للإله الواحد، هو فوق صحيح من دور العلو له الحياة، وانا تحت في الظلمة والهوية الروحية في الموت والنجاسة وفي القداسة، انما انا برضو هعمل لي مملكة لان انا قوي في الثابت. فحاول برؤوسه الثلاثة اصبح ان انت الذات والصورة والروح للباطل اللي هو الشيطان الكل، الباطل الكل في ذاته وصورته وروحه، ذاته يعني فكره وادراكه الشرير الباطل، ده اصبح اسمه الشرير قاعد عشان فكر. طب انت ايه اللي اعلى فيك حاجه فيك ايه؟ ما انت على مثال الله اعلى فيك، والله الاب اعلى حاجه اللي هو الفكر، فكرك اعلى حاجه، ابتدى يقاوم ويطلع في الكون الروحي، قاعد يطلع ويطلع وطلع في العالم وسلم العالم وقاعد يطلع، عاوز يطلع لله فوق، ارادته السالبه قويه جدا، انا هحارب الله، وبيحارب وبيتعب وبيعمل مشاكل في الكون الروحي، عامل لخبطه قوي في الكون الروحي، وسلب الوجود الانساني المخلوق على مثال الله في ذات وصورة روح، طلع فوق واستقر الشرير كفكر اسفل اجناد الشر الروحي، اسفل العلاء الروحي الالهي الحق، اسفل ملكوت الله، ما قدرش يطلع على النور جامد عليه قوي فوق، ما يقدرش، فاصبح في منطقه عازله موجود، انما سيطر من فوق على عقول البشر وسلبهم اخطر. وابليس اللي هو القطب الثاني اللي هو المحور الثاني اللي هو صوره الباطل الكلي تحرك وقعد، ما دام ده شاف ابوه بيطلع فوق، ما هو عباره عن ايه؟ اب والابن والروح القدس، ده الله، الشيطان برضو ايه؟ اب وابن وروح النكس، ذات وصوره روحيه هي نفس الحكايه، وانت نفسك اب ده فكرك هو اللي بيسيطر عليك، صورتك ده جسدك، ذاتك جسدك وروحك اللي هي وجدانك الروحي الحيوي، ده حاجه ثانيه، فانت نفس الطريقه. فاللي بيحصل ان هو ابليس طلع بدأ ابويا طلع بيشد معايا، اطلع معايا اطلع، اوكي طلع بقى رئيس لهذا العالم مسلب الوجود الانساني كله، بيسلبه بالخطيه الموت والشحن السالب الظلمه وبيسيطر عليه، اصبح عشان يجيب ليه اتباع تانيين. وبعد الروح الناجس اللي هي الام الروحيه الناجسه دي تقيله قوي في الظلمه الروحيه، قاعده تقيله قاعده تحت في عمق الهويه الروحيه، خليكي زي ما انت عشان المملكه ما تطلعش مننا، انا فوق اللي هو الشرير ابليس في العالم، وانت تحت ثلاثه محاور ثلاثه اقطار، ده امتداد مملكه الباطل الكلي في ثلاثه اقطارها الموجوده. هنستنى كده؟ لا ما نستناش كده، ما دام الله متحد في ذات وصوره الروح الاب والابن والروح القدس، احنا هنتحد برضه. هنتحد ازاي؟ اللي بيحصل ان هو عشان يتحد ما يقدرش الراس اللي هو الشرير ذات الباطل الكلي، الراس فكر الشر وراد الشر، والصوره اللي هي الجسد اللي هي ابليس اللي كلمه الشر وعمل الشر موجوده في العالم، وروح الناجس موجود في الهاوية الروحية، ده ثلاثة أقطاب موجودة في الكون الروحي، طلعت فوق قوي قرب من ملكوت الله، فدي مش منطقتهم، مش بتاعتهم، أنا أحطك تحت في الهاوية الروحية، بس لسه الزمان أما يجي، لما أخد أبنائي أنا من العالم وأخلصهم وأجيبهم فوق عندي، فأصبح دول مكانهم غير طبيعي. احتلال اوكيوبيشن، محتلين منطقه في الكون الروحي رهيبه جدا، وده طبعا ربنا هكذا احب الله العالم حتى بذل له ابن الوحيد لكي لا كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه، سيبه ده الله الاب، انا هبعت الابن يحارب ويغلب ويجيبهم كلهم تحت، بس يجيب لي قبل الايه الموجود الانساني الاولادي بتوعي يعني على مثالي انا عملته انا عاوزهم، هكذا احب الله العالم فارسل ابنه الوحيد، فلازم ابنه متجسد في جسد انساني بيحارب، وعشان يحارب ويجيب الناس دي كلها لازم يموت وياخدهم معاه ويطلعوا بيهم فوق،
عملية كبيرة أوي شرحناها قبل كده كتير. المهم الغرض من الموضوع ده كله إن الثلاثة أخطاء خدوا مكان مش بتاعهم وعاوزين يرتاحوا، مفيش وسيلة للاتحاد. المنطقة اللي هي طلعوا فيها دي مش منطقتهم في الكون الروحي، فبينزل رئيس الملائكة ميخائيل ويقوم فاصل ده عن ده عن ده، وحدث حرب في السماء. ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائكته اللي هو الوحش اللي هو الشرير وملائكته كلهم والشيطان، لهم لم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، نزلوا من فوق بس بيطلع تاني. وبعد كده اخر حاجه تنبؤات رؤيا، الرؤيا يعني، نزلوا في الهاويه الروحيه واغلق عليه. يا شرير يا ابليس الروح النجس تخش تحت بقى، وقفل عليهم وعمل ايه؟ افناء الوجود الصور الروحي السالب اللي هي عمليه الافناء الروحي اللي هو الموت الروحي، ياخد زمانا طويلا لان بنار روحيه ابديه. فهنا اللي قلنا عليه اتحاد ثلاث اخطاء الباطل الروحي بيحاول اتحد ازاي؟ ميخائيل منعنا، ميخائيل الرئيس العظيم منعنا نتحد ابدا، مش عارفين نعمل حرب جامده شغاله. طب نعمل ايه؟ لا الوجود الانساني ده ضعيف وده مثال الاله الواحد هو ده بتاعه، من خلاله نتحد. طب هتتحد ازاي؟ انا الراس عندي هطلع انا ارواح شريره مني، انا الشرير هطلع ارواح شريره مني تسلب عقول البشر لوحداته. طيب وابليس قال وانا هطلع شياطين مظلمه صوريه، انا رئيس العالم، انا الشيطان صوره البطل الكلي، هسلب اجساد البشر بالخطايا والحاجات دي كلها والزنا وما الى ذلك. الثاني بيسلب عقول البشر في اعمال الشر، قتل واغتصاب وما الى ذلك، حاجات كتيره وصدقه وما الى ذلك. الثاني متعه الجسد والحاجات دي وحاجات من دي، ده تعذب المعيشه وشهوه الحاجات دي وما الى ذلك، شهوه العلم وما الى ذلك، اسلبهم في خطايا. والروح النجس تحت، ده القطب الثاني بيقسمه، انا اطلع بديانات الباطل، اطلع بك ديانات ونزاعات شريره ورسالات سالبه شريره وباطله وضاله وآثمه، نطلع نسلب الوجدان الروحي. ما هو ثلاثه الانسان مجاوب من ثلاثه، هنسلبهم الثلاثة دول كلهم. لما احنا عندنا كام دلوقتي يقدروا يعدوا؟ عندنا 8 بليون، 8000 مليون ولا 7 بليون وما الى ذلك، نسلب الغالبية منهم. وبعدين بعتنا احنا اجزائنا، اما الشيطان في ذاته وصورته وروحه غير المنفصل، هو غير منقسم على ذاته لكن مش متحد. فهم عاوزين يتحدوا عشان يضاد الاله الواحد، فيقول لك نعمل ايه؟ كل واحد يبعت وحداته، الشريره يبعت ارواح شريره سلب العقول، ابليس صوره البطل الكلي يبعت شياطين مظلمه صوريه تسلب الاجسام في اعمال الانحلال والكلام ده كله، الروح النجس يسلب الوجدات الروحيه، فيقولوا ايه؟ يتعبدوا للباطل الكل، يتعبدوا له، يسلبهم ارواح نجسه تسلب الاديان، اديان الباطل، فالكل ايه؟ اما يسلب اللي بتدين الباطل ده. ايه اللي هيحصل؟ لو انت الشرير بعت جزء كبير او عدد كبير، ما دام سلب الحاجات دي كلهم جوه الوحدات الانسانيه دول كلهم، يتحدوا بيهم كلهم فيقتربوا رؤوس كل اللي هي راس من الصوره من الروح اللي هي ذات وصوره الروح الباطن الكلي، ويقدر يتحد اتحاد غير مباشر، لان المباشر ده من خلال منع حاطط له حاجز مش قادر من خلال البشر بشر بسلبهم، فيبقى اله مضاد للباطل والناس كلها بتعبده وبتعمل خطايا وكل حاجه هيتحد من خلالهم. هنا برضو الرب رئيس الملائكه ميخائيل، يعني انا فاصلك كده وسايبك عشان عاوز اجيب الناس من العمل، لان ميخائيل ده مين هو؟ حافظ جنس البشر، ده اللي مكلف ان البشر يطلعوا فوق ومنه المسيح وما الى ذلك. فاقول انت بتعمل كده وانت هتسلب البشر والبشر قاعد يسمعوا كلامك ويسلبوا، يوم ضربهم ضربات جامدة قوي زي اللي انت بتشوف الطوفان والحاجات الجامدة دي تتضرب، الحاجات دي كلها، فالناس تتعب قوي فتقول ايه؟ الله حق، ترجع تاني لله من جديد، لان دول سلبوا قوات رايحة لابليس مش عاوز يكتر الحصاد بتاعه، خليك معايا. فده الزواي ان انت بالطريقة دي
فيعمل الاتحاد ده. وزي ما قلنا لك الفصل الثالث عشر اللي بعديه وان سكن الفصل الثالث خلاص من سلطان الموت. كل حكايه انت الامام المسيح جالك ليه؟ عايز حاجه واحده، من امن به فقد انتقل من الموت للحياه. هديك حياه ابديه. انا هنقلك ان لم تؤمنوا ان انا هو تموتون في خطاياكم. فانت والموت ده جاي من ايه؟ سلطان ابليس في العالم، اخر عدو يقتل هو ايه؟ الموت. ذاك الذي له سلطان الموت الذي هو ابليس، ده في الرسائل. فانت كل حكايه عاوز تخلص من سلطان الموت. الفقره اللي بعديها حياه الوجود الانساني، ازاي المسيح احيا الوجود الانساني وخلصه، وبعدين خلصه ازاي؟ انا اقول لك. وبعدين ارسل الروح القدس عشان يبعت له عمليه، يجدد العمليه كلها، هنشرح لك بيها في الكتاب ازاي ماشي. الفصل الرابع عشر ان هو ازاي الباطل الكلي سلب الوجود الانساني. اول حاجه سكن صوره الباطل في وجود الانسان. انت القبله بيبقى فيك صوره الله، عكس الصوره سلبها من بوزيتيف لنيجاتيف. قال لك سكن صوره الباطل في وجود الانسان بقى اشرار وخطاه وغير المؤمنين. انت عايز ترجع العمليه الثانيه، هيجي المسيح يديك القلب الروح المقدس، وبعدين هنشرح عطايا الباطل ايه هي، العطايا الباطل، وبعدين خاصيه تمييز الروح الحق، وبعدين وجود الانسان السلب اشرار في العالم. هنشرح لك الحاجات دي بالتفصيل وحتت تانية، تعليقات تانية موجودة. دي هنا احنا ثلاثة، فصل الثاني عشر بطل الروحي، فصل الثالث عشر خلاص من سلطان الموت، وبعدين هنا سلب الوجود الإنساني. ده محاضرة اليوم. انتبه معايا وركز. ثلاثة فصول. عشرة، 13، 14. اوكي. وحاليا بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. وحاليا هنتكلم نقرا من كتاب المؤمن المسيح الحق في الفصل الثاني عشر اللي هو الباطل الروحي. هنتكلم على الموضوع ده في فقرات الأربعة. فهنيجي هنتكلم إيه هو الباطل الروحي بالنسبة للمكتوب في هذا الكتاب. هنا الباطل الروحي، العالم الروحي السالب السفلي، ده عالم سفلي. على الباطل الروحي هو عالم الوجود الروحي السالب من الوحدات الروحية السالبة من الشياطين والأرواح النجسة والأرواح الشريرة. هذا الوجود الروحي السالب الباطل الكلي، الباطل الروحي يعني، له ثلاثة محاور أو ثلاثة أقطاب أو ثلاثة أبعاد تحكم وجود السالب الكلي، وهم ذات السالب الباطل الكلي وصورة السالب أو الباطل الكلي وروح السالب أو الباطل الكلي يعني. ذات الباطل الكلي هو رأس الباطل، أي فكر وإرادته الشريرة، ويطلق عليها الشرير، أي الذات السالبة الكلية، أي فكر وإرادة الشر. وصورة الباطل الكلي هو صورة الذات السالبة الكلية، أي صورة الشريرة، أي صورة فكر الباطل الكلي وإرادة الباطل الكلي، اللي يلزم للطاقة الفكرية السالبة الشريرة، طاقة سالبة فكرية شريرة، أن تظهر في وجود صوري سالب، ككلمة أو عمل يعني، سالب شرير باطل. هذا الوجود الصوري السالب الكلي لذات الباطل الكلي يطلق عليه إيه؟ إبليس. أي الوجود الصوري السالب للباطل الكلي، سواء كان وجودا صوريا روحيا للشياطين، أو وجودا صوريا
ماديا جسديا سالبا، اللي هي الخطاة والأشرار وغير المؤمنين والظالمين وعبد الشر وعبد الأوثان وما إلى ذلك، وابتدائي الباطل الروحي. ومن صورة الباطل الكلي، خلي بالك دلوقتي عندك إبليس، أي إبليس يخرج ويولد كل وجود صوري سالب روحي أو مادي، مادي يعني جسد، وبذلك تخرج وتتواجد الوحدات الصورية السالبة أي الشياطين من إبليس، وتخرج وتتواجد الوحدات الصورية الجسدية السالبة اللي هم الأشرار والخطاة غير المؤمنين في العالم من إبليس رئيس هذا العالم المادي السالب. وذات الباطل الكلي اللي هو الشرير، أي وجود الفكر الإرادي السالب أي شرير، وصورة الباطل الكلي أي وجود الصور السالب الروحي والمادي سواء شياطين أو أشرار وظلم وما إلى ذلك وظالمين وخطاة. صورة الباطل الكلي أي وجود الصور السالب الروحي والمادي أي إبليس طبيعتهم ايه؟ الشرير وابليس طبيعتهم ايه؟ روحيه سالبه. ده الشرير فكر الشر وغرات الشر. والتاني ايه؟ ابليس صوره الفكر الشر وغرات الشر اللي هي كلمه الشر وعمل الشر. اصل طبيعتهم الاثنين ده الشرير وابليس ده ممالك روحيه. روحيه. يعني ايه روحيه هنا؟ هذه الطبيعه الروحيه السالبة هي الشحن الروحي السالب، وهو ايه؟ روح السالب الكلي، اي روح الباطل الكلي في ذاته وصورته، لهم روح الاثنين دول. الروح دي هي شحن روحي سالب، ده الروح النجس، وهو الروح النجس منه تخرج ايه بقى؟ ديانات الباطل الروحية والعبادات الروحية السالبة التي تسلب الوجود البشري وتظل في دعوات كاذبة وديانات ضالة ورسالات شريرة، وذلك لسلب نفوس البشر ليصيروا ايه؟ كائنات روحية سالبة تتعبد جواه، يبقى كائن صور روحي سالب جواه، تتعبد الباطل الكلي في ذاته وصورته وروحه، اي شرير رأس الباطل وابليس صورة الباطل والروح النجس روح الباطل. وبذلك تتسلط مملكة الباطل الروحية اللي هي شرير وإبليس والروح النجس على الوجود الإنساني في العالم ويعبدوه بأديان الباطل. هنا النصوص بتقول زكريا، وده اللي جه المسيح عشان يحارب، لأن الوجود الإنساني في العالم سلب، فجه يحارب، نزل من أعالي السماء لعند الآب ونزل في العالم كيسوع، ده الإبن الإلهي الأزلي الأبدي. الوجود الصوري لله نزل في يسوع عشان يحارب المملكة دي كلها. واحد زكريا 13:2، وأزيل الأنبياء والروح النجس من الأرض، روح النجس بيبس وطلع في الأرض بديانات البشر، بيسلم الديانات الروحية للبشر. وبعدين هنا 1 يوحنا 5:23 لثلاثة يوحنا الأولى، نعلم أن نحن من الله والعالم كله إيه؟ قد وضع في الشرير. يبقى قبل قلنا ازيل الروح النجس، وبعدين انا بتكلم على الشرير، ونعلم ان ابن الله قد جاء وطلع بصيرا نعرف الحق، ونحن في الحق في ابن يسوع المسيح، هذا هو ايه؟ الاله الحق والحياه الابديه. وبعدين هنا الشرير طبعا بيبقى حاول يبقى هو ايه؟ يسوع هو الاله الحق والحياه الابديه، لان يعني اعطى به حياه ابديه لوجود الانسان المؤمن به. انما الشرير هو ده الاله الحق، وتاني ايه؟ الاله الباطل المضاد للمسيح، ضد المسيح. 1 يوحنا 3:8، من يفعل الخطيه فهو من ابليس، بيديله شحن طاقي صوري سالب، يعني قدره سالبه جسديه تخرج في افعال الخطيه، لان ابليس من بدء ايه؟ يخطئ. لاجل هذا اظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس، نزله ابن الله من فوق اللي هو الابن الالهي، تجسد في يسوع عشان يجي ينقض اعمال ابليس وما يموتوش الناس وتبقى لهم حياه ابديه تطلع من كتب السماوات. رؤيا 20:10،
وابليس بقى الذي كان يضلهم. احنا بنتكلم عرفنا الروح النجس والشرير وابليس. وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيره النار والكبريت حيث الوحش. الوحش هنا والنبي الكذاب اللي يتبين الباطل جاء بدين الباطل وسعى الزبون نهارا وليلا الى ابد الابدين. رؤيا 2:9 وتجديف القائلين انهم يهود وهم ليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان، تجمع الشياطين. دول اليهود لانه بينكروا ايه؟ المسيح. فهنا ديانات البطل الروحي الفقره اللي بعديها. كل الديانات التي تنكر الايمان بالرب يسوع المسيح ابن الله الاله الحق والحياه الابديه هي ديانات الباطل الروحي النابعه من روح الباطل الكلي اللي هو روح النجس وفكر واراده ذات الباطل الكلي اللي هو الشرير. يعني نبع من روح النجس ومن الشرير فكر ووجدان وتؤدي. خلي بالك نبع من فكر الشر ووجدان الشر روح نجس تدين شرير نجس. فين بقى ابليس هنا بقى؟ ده بتاع الصور بتاع الاعمال. وتؤدي يعني ده في الدين بيطلع دين الباطل في فكر كله بينكر ايمان بالمسيح لازم دي حجر اساس كبير. فكر شر وروح نجس شرير اللي هو بتاع الفكر والاراده السليمه الشريره. والروح النجس اللي هو نجاسه. دين يبقى شرير ونفس. ابليس بقى الثالث ده فين بقى؟ وتؤدى فرائض وعبادات واعمال التدين فيه من صوره الباطل الكلي اللي هو ابليس. ابليس بقى ينظم الشرائع والعبادات الجسديه وتعمل ايه وما تعملش ايه. وهي في جملتها نوعيات من التدين الروحي الباطل الصاعده على العالم. من عالم وجود الروح السالب لعالم السفلي، عالم الهاوية والموت الروحي الأبدي، ومن يتبع يعني يتبع هذه الديانات الباطلة، لأنها أديان الباطل الكلي في ذاته وصورته وروحه. دين الحق بس اللي هو دين أديان اللي جاء بالمسيح. من يتبع هذه الديانات الباطلة يولد من الوجود الصوري الروحي. وجود الصور والروحي الباطل ويكون له فكر وايه؟ واراده الباطل ويعمل اعمال الباطل اللي هو يؤدي فيها بقى فرائض الباطل وتدين لعباده ايه؟ عباده الباطله. ويعمل اعمال الباطل ويصير بها بقى ايه؟ كائنا روحيا سالما اذ يسلب وجوده الجسدي ليصير وجودا روحيا سالما ليسقط به في الهاوية الروحية في عالم وجود الروح السالب السفلي حيث الموت الروحي الأبدي والعذاب الروحي الأبدي. فين؟ في جهنم النار الروحية الأبدية التي ستهلك بعد كده الهاوية الروحية كلها. أما كل الساقطين فيها شياطين أرواح نجس وأرواح شريرة وإبليس والشرير والروح النجس كلهم يدفعهم مخيل في الهاوية الروحية ويغلق عليهم بتتم اكتمال أبناء الله، العدد المطلوب من أبناء الله من العالم يغلق عليهم وتبقى الهوية الروحية دي يحرقوا بنار روحية موجبة عالية السعرة اللي هي تبقى جهنم. فيتألموا وياخد وقت طويل قوي لأن إفناء الوجود الروحي ياخد زمن طويل قوي مش زي إفناء الوجود الجسدي اللي هي سريع جدا. فهنا يتضمن عذاب أبدي حتى تكمل عملية إفناء الروحي اللي هي الموت الروحي تاخد زمان أبدي. عشان كده اسمه إيه؟ عذاب أبدي وموت أبدي اللي هو الموت الروحي. ده موت الوجود الروحي السالب. وهنا هذه النار الروحية الأبدية معدة من الإله الواحد الحق الله الآب ذات الله وابن الله الوحيد في كمون صورة الله اللي هو الرب يسوع المسيح اللي هو الابن الالهي اصلا.
والروح القدس اللي هو روح الله، اي الله الواحد في ذاته وصورته وروحه، معده لهلاك الوجود الروحي السالب الكلي اي الباطل الكلي في ذاته الشرير وصورته ابليس وروح الروح النادس اللي هو ثلاث اخطاء الباطل الكلي وجميع الوحدات اللي تتبعهم بهلاك وفناء روحي ابدي بنار روحيه ابديه لافناء الوجود الروحي السالب. وذلك لان افناء الوجود الروحي السالب اي موته يتطلب زمانا ابديا، لذلك يطلق على هذا الفناء الروحي وهذا الموت الروحي بالعذاب الابدي، اذ له ليس له زمان مادي يقاس به. في زمان مادي في الكون المادي والكلام ده اللي هي سنين الضوئيه، واخد سرعه الضوء ويحسبها وحده، وبعد يقول لك 20 سنه ضوئيه ومليون سنه ضوئيه والكلام ده، بقى قياس الروحي بقى لا ما تقعدش تفكر فيه خالص عشان تفهم قد ايه العذاب. رؤيا هنا 2:9 وتجديد القائلين انهم يهود، دول بينكروا ايمان بالمسيح الى الان، وليسوا يهودا بل هم مجمع الشياطين، دول شياطين اه تجمع الشياطين سيناجوج. رؤيا 16:12-14 دي عددين الفدائيين اليهود ده باين بطل لانه بينكر المسيح، ده اعتبره كريمنال مجرم، واحد جه وصلبوه وقتلوه عشان واحد يجدف على الله، مجدف كمان كافر. ورأيت من هنا رؤيا 16:13-14 ورأيت من فم التنين اللي هو الشرير ومن فم الوحش اللي هو إبليس ومن فم النبي الكذاب اللي هو بيه الروح النجس اللي عمل تداول الباطل، ثلاثة هم شرير إبليس الروح النجس، ثلاثة طالعين منهم من كل واحد روح لأن طبيعتهم روحية، ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنها أرواح شياطين صانعة آيات لها قدرات سالبة جامدة أوي تخرج على ملوك العالم وكل الإيه؟ مسؤول الأديان الباطلة. رؤيا 20:10 وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت اللي هي جهنم. نار روحية أبدية بس عبر عليها إيه؟ بالنار والكبريت. حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين. متى 15:8-9 على اليهود واي تدين جسدي منافق تسلك به حتى في الكنائس تخدع به نفوس السلماء ويقترب الي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتي طول النهار تسابيح ومزامير وحاجات من دي، اما قلبه لانه منافق فمبتعد عني بعيدا وايه وباطلا يعبدونني تدين باطل عقيم سقيم بغيض غير مثمر، وهم يعلمون كمان تعاليم هي وصايا الناس، كل شويه الكنيسه تطلع فرمان جديد تعمل كده وما تعملش كده عشان ندخلك البلد، كله من اجل الربح من اجل التسلط الديني من اجل التعايش الوظيفي وما الى ذلك. اوكي نيجي بعديها الفقره اللي بعديها اتحاد الباطل الكلي زي ما قلت لك ثلاث الاخطاء شرير ابليس والروح نفس ذات وصوره والروح السالبه، ذات الباطل الكلي شرير وصورة الباطل الكلي إبليس وروح الباطل الكلي اللي هو الروح النجس، أي ثلاثة أخطاب ومحار وأبعاد الباطل الكلي أي الوجود السالب الكلي الروحي طبعا، ليست في وجود واحد متحد وهي منفصلة قصرا جبريا، لازم تنفصل بعمل الإله الواحد الحق، الإله الحق مش عاوز يبقى ليه اله، ده اله باطل مدكر بقواته الروحيه الموجبه الحق برئيس الملائكه الجليل ميخائيل الذي يمنع اتحادهم المباشر. ما قدروش يتحدوا مع بعض، راس مع الجسد اللي هو الصوره، راس اللي هي الذات مع الجسد اللي هو الصوره مع الروح بتاعه، ثلاث اخطاء، واحد فوق اسفل على الملكوت الله رئيس أجناء الشر الروحية الشرير، إبليس تحتيه صورة الباطل الكلي اللي هو
بيضل أجساد البشر، ده موجود رئيس لهذا العالم، والروح النجس في الهوية الروحية، التلاتة مفصولين عن بعض. بحوادث شحن روحي موجب عالية بتحط ما يقدروش يتحدوا، وتجاهد قوة الباطن الكلي في ذاته الشرير وصورته إبليس وروحه الروح النجس. خليك معايا. ووحدتهم السالبة الروحية اللي هي الشياطين الروح النجس والروح الشريرة، ووحدتهم الروحية المادية اللي هي الجسدية اللي هي الأشرار والخطاة وغير المؤمنين وفاعل الشر والإثم. على عمل تحقيق الاتحاد المباشر إقامة وجودهم في وجود سالب واحد، وذلك من خلال سلب الوجود الإنساني وتحقيق الاتحاد السالب فيه. لذلك الثلاثة أقطاب دول يعملوا عاوزين يسلبوا الوجود الإنساني. شرير وإبليس والروح النجس ثلاثة أقطاب موجودين منفصلين، والوجود الإنساني موجود في العالم. عاوزين يسلبوه في ذاته وصورته وروحه، لأن كل إنسان ليه ذات وصورته وروحه على مثال الإله الواحد. فما يسلبوه في ذاته وصورته وروحه من خلال وحداتهم النوعية الشريرة اللي أرواح شريرة للشرير، والصورية المظلمة اللي هي الشياطين من إبليس، والروحية النجسة اللي هي من روح النجس تخش كل واحد في منطقته العقل والجسد والقلب يعني والروح، لما تسلبهم يتحدوا من خلالهم فتبعد كتير أو يقربوهم من بعض يوم يتحدوا. فإيه تعمل إيه بقى؟ تضرب العالم، يعني تضرب لوجود الإنسان. ما قولك العالم افهم لوجود الإنسان. العالم ده عايز أفهمك حاجة تانية خالص غير اللي أنت فاكرها. العالم صورة موجبة لملكوت الله اللي انت شايفه، الزرع والحياة والحاجة دي جميلة جدا، ده ملكوت الله. صورة موجبة ليه؟ مادية. حب يا ما اعملها عمل صورة. سلب هذا الوجود، مش العالم سلب، مش الزرع والمواشي والكلام ده كله والبحر الجميل والمية نازلة والعالم العجيب ده اللي انت شايفه. سلب الوجود الانسان في ذاته عقله وقلبه الجسدي وروحه. سلب. اما سلب ده العالم اللي بيتكلم عليه، لان عالم العالم يعني اللي هو موجود من غير وجود انساني ده ملكوت الله، صوره ملكوت الله، صوره موجبه سلبت. فنيجي هنا ايه اللي بيعمله عشان يحقق الاتحاد الغير مباشر من خلال الاتحاد في عقول وقلوب وارواح البشر، في الذات والصوره والروح، راس والجسد والروح للبشر. يضرب العالم بضربات شيطان، ثلاث أقطاب تضرب العالم بضربات فيضطرب في الوجود الإنساني في العالم ويسلب، يضعف فيسلب، يسلب وجوده بالخطايا وشو النجاسات وتدين روح الباطل، وتظهر في السالب الكلي الأحداث دي كلها. يعمل أحداث متابعة للعالم، تطلع قوات كده وحاجات يخلوا العالم يتعب كحروب وانقسامات وصراعات وفيضانات وزلازل ودعوات كاذبه ولاديان الباطل ودعوات الالحاد وما الى ذلك والانحلال والى ذلك. فيسلب الوجود الانساني في ذاته وصورته وروحه، عقله وقلبه وروحه الوجدان. وكلما ازداد سلب الوجود الانساني، كل ما سلب الوجود الانساني في ثلاثه محاور، وانت ليك ثلاث محاور، ذات وصورة وروح، عقل وقلب وروح وجدان، كلما ازداد سلب الوجود الإنساني كلما ازداد اتحاد واقتراب أقطاب السالب الكلي باتحاد وحداته السالبة الروحية في الوجود الإنساني. أوكي؟ وفي ذلك تحول الوجود الإنساني إلى كائنات روحية سالبة تذهب إلى عالم الوجود الروحي السالب في الهوية بعد موت الجسد، تنزل تسقط في الهوية الروحية. وبذلك تقوى مملكة السالب الروحي بزيادة وحدتها السالبة الروحية التي تصعد من الهوية الروحية إلى العالم يعني الوجود الإنساني لتسلب وحدات إنسانية جديدة وتدور دورة السالب، وتزداد في القوة والقدرة السالبة الروحية في العالم الروحي السفلي السالب
والقوة والقدرة المادية الشريرة اللي هي أشرار الخطاة يزيدوا في العالم أولى في عالم الوجود المادي السالب. هنا رؤية بيقول لك إيه؟ حدثت رؤية 12-7 بيقول لك إن ميخائيل بيمنع الاتحاد. حدثت حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين اللي هو الشرير وحارب التنين وملائكته ولم يقوا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في ايه؟ في السماء. هو فوق اسفل علاء الروح الاله الحق ده الشرير قاعد فوق تنين طبعا هيمثله بايه؟ تنين وحش بيديله صوره ماديه تنين رهيب قاعد فوق يبتلع عقول البشر فكر الشرق وإرادة الشرق ويحجب فكر الحق وإرادة الحق اللي هو فوق في ملكوت السماوات وكلمة الحق وعمل الحق ووجدان روح الحق عن البشر. فسحابة سودة تنين وحش قاعد فوق. فهنا ميخائيل دي واحد ميخائيل هنا عاوز كل ما بيسلب الشرير ده عقول بطل اكتر وجداناتهم الحاجات وينجح في الحاجات دي كلها بتبقى جوه جذب سالبه بياخدها من العالم من الوجود الانساني تزقه فوق اكتر. عقله شرير عايز يقتحم الوجود الالهي فوق فبيقوم ميخائيل انت بقى زودتها قوي يقوم واخده ضربه منزله من فوق منزله تحت قوي ويستنى عليه لما يبتدي ياخد زمان يفضل يطلع تاني بسلب البشر وهكذا العمليه كل ما يطلع يخبطه لحد ما تكتر الحكايه دي جدا. رؤيه 20-1 God bless you. رؤيه 20-1 ورأيت ملاكا تاني كل ما يطلع فوق الشرير بيخبطه وينزل تحت عشان يرجع عبال ما يطلع تاني يسلب اكتر ويطلع. تمتد المملكة فوق في الموجة بالحق على تطلع ويا سالبة. رؤية 20-1 ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده وقابض على التنين الحي القديم الذي هو ابليس والشيطان وطرحه في الهويه واغلق عليه وختم عليه. ده في المنتهى كل شويه حربه يطلع ينزله من فوق مفيش فايده ابدا. فاللي حصل انه هو في اخر الزمان بقى عندما يقبل المختارين من الله من ابناء الله من الوجود الانساني فيبص يلاقيه ينزل بقى تعالى انت قاعد تطلع 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 الموضوع خلص خلاص وملكوت السماوات اكتمل والزمان اقترب خلاص وانتهى الموضوع انقضاء الدهر انت مالكش لزوم بقى في الحرب دي خالص هنزلك تحت في الهويه الروحيه ونقفل عليك قبض عليه وقفل عليه. حاليا هنتكلم على الفقرة فيها إفناء الباطل الكلي الوجود الإلهي الواحد الحق هو وجود الله في ذاته اللي هو الآب وصورته اللي هو الابن الإلهي اللي هو تجسد في العالم وصار ابن الإنسان وابن الله اللي هو يسوع وعمل عملية الفداء وروحه اللي هو روح الله الله في ذاته وصورته وروحه اللي هو الروح القدس. يبقى الله في ذاته الآب وصورته الابن وروحه الروح القدس أي الحق في ذاته وصورته وروحه. أوكي. هذا هو ملكوت الله أي ملكوت السماوات اللي هو سماء الكون الروحي. أي عالم الوجود الروحي الإلهي والوجود الروحي والوجود ولا وجود حق غيره مادي أو روحي. أوكي. والعالم المادي مهم هنا
الارض دي اللي انت شايفها كوكب الارض ده بالذات كل الصور المادي ده اليونيفيرس كله ما فيش حاجه غير الارض اللي فيها حاجه وزرع وميه تيجي ايزي وميه والحاجات دي كلها. العالم المادي اللي انت شايفه اللي هو كوكب الارض هو صوره موجبه لعالم وجود الروح الحق العلوي سلبت بعالم الوجود الروحي السالب السفلي الذي هو الصورة السالبة المضادة لعالم الوجود الروحي الحق العلوي. هو أصلا ده صورة بيديك صورة. يعني أنت ببساطة كده ببساطة ملكوت الأرض ده اللي أنت فيه ده ملكوت الله ولا خلق حياة فيها عجائب فيها وحاجات غريبة فيها. لو العالم اللي انت فيه ده قعدت فيه وحيت فيه الابد مش هيبقى ملكوت السماوات احسن منك. خد بالك الموضوع اللي بقول لك عليه. قعدت انت في ملكوت الارض ده والانرجي موجوده ومفيش تعب ولا وجع دماغ ولا في موت ولا خناق. خناق بيجي ليه؟ ناس بتموت وناس عايزه سرفايف بتتخانق بتقوم الحروب وعايزه تمتلك. في عندك كل حاجة ببلاش تاكل وتشرب وكل حاجة وتقدر تتغير الصورة. إنما الجمال بتاع العالم اللي خلقه الأرض يعني الأرض هكذا أحب الله العالم. عالم الوجود الإنساني والأرض ده عظيمة جدا ده ملكوت الله. وفي ديانات وهنا أتدين يهودي يعني الصدوقي بيقول إن الأرض دي ملكوت الله فعلا. وحتى في مصر زمان في كتاب سفر التكوين يقول لك جنة الله في الأرض اللي هي مصر عشان فيها نيل ونهر وحاجات حق. عجب كل حكاية إن القدماء المصريين بيقولوا أنتوا مش عارفين يعيشوا. إنما هو ده الملكوت. فهو صورة مجابة عظيمة خلقها الله جميلة جدا الحياة فيها. البروبلم كلها إن أنت بتموت. والبروبلم كلها انه سلب بالشيطان فاصبح في تعب وسرفايفنج صعب وفي اكل وفي سرقه وفي زنا وفي اغتصاب وفيها كل الحاجات دي كلها فاصبح العالم متعب لانه سلب بالشيطان الوجود الانساني. انما هو اصلا من غير الوجود الانساني جنه جنه زي ما قال من جميع شجر الجنه تاكل اما شجر مريض الشر لا تأكل منه. فلو هو ما أكلش من عرف الشر هيحيا للأبد في الأرض والملكوت ده يعني كل حاجة جميلة جدا. الإشكال كلها إن أنت بتموت وبتمرض والناس بتسرق بعض وبتقتل بعض وبتكذب كل ده من الشيطان عمل. فأصبح ما تنفعش ملكوت الله فيك. لازم أجيبك في ملكوت روحي إلهي اللي أنا أصلا قاعد فيه. يعني لكن هو صورة مجرد. المهم العالم المادي هو صورة موجبة لعالم الوجود الروحي الحق العلوي. يعني مثال بيديك عينة ده العينة اللي انت فيها سلبت بعالم الوجود الروحي السالب السفلي الذي هو الصورة السالبة المضادة لعالم الوجود الروحي الحق العلوي. هذا العالم الروحي السالب وجوده السالب قائم لفترة من الزمان تنتهي باكتمال اختيار ابناء الله المعد لهم ملكوت الله الابدي الروحي بقى. سواء يروح ده الاصل ده صوره ده صوره انما الاصل فوق هيبقى عظيم جدا مجد ابناء الله فوق حاجه ثانيه خالص. هنا ده سلب بالشيطان اتلخبط راحت جماله وقداسته والحاجات دي كلها والحياه فيه بقى فيه موت ووجع دماغ اللي هو ملكوت الله الابدي هتروح فيه لعلاء الروح الاله الحق. وباكتمال الزمان تاتي النهايه. احنا بنتكلم في افناء البطن كله. التي يبطل ويفنى فيها كل وجود سالب جسدي وروحي ولا يوجد الا الوجود الاله الواحد الحق اي الله في ذاته اللي هو الاب وصورته اللي هو الابن وروحه اللي هو الروح القدس وملائكته وقدسيه أبناء الله المختارين من العالم للخلاص بابنه الوحيد الرب يسوع المسيح
بالإيمان به والولادة به من الله الآب ليكون لهم وجود روحي حق، أي أجسام صورية روحية موجبة يحيوا فيها في حياة أبدية في ملكوت الله أبيهم في مجد أبدي وملكوت أبدي. 2 كورنثوس، هنا خليك معايا، 2 كورنثوس هنا مهم أوي، خليك معايا، 2 كورنثوس 5:16-17 بيقول إيه؟ إذا نحن من الآب لا نعرف أحدا بدي كلام حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح اللي هو الابن الإله حسب الجسد شفناه يسوع قدامنا، لكن الآن لا نعرفه بعد. إذ أن كان أحد، إذا كان أحد في المسيح اللي هو أبناء الله وخلصوا ولد من الله بصورة الله وروح الله، فهو خليقة جديدة، خلق من جديد، الأشياء العتيقة قد مرت، هو ذا الكل قد صار إيه؟ جديدا. إيه معنى الكلام ده؟ المسيح هيجي في فيلبي رسالة فيلبي بولس الرسول بيقول لي الذي سيغير شكل جسد تواضعنا، اوكي؟ ليكون على صورة جسد مجد. وفي 2 كورنثوس 3:18 ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها. هنا والنص ده كمان 1 كورنثوس 15:22 وهكذا في المسيح سيحيا الجميع، لكن كل واحد ايه في رتبته. وبعد ذلك النهايه قد سلم الملك لله الاب متى ابطل كل رياسه وكل سلطان وكل قوه، اخر عدو يبطل هو ايه؟ الموت. هنا مهم قوي النص ده، النصوص دي يعني عشان تعرف ايه العمليه، عشان تفهم ملكوت الله غير ملكوت الارض اللي انت عايش فيها في الجسد فوق، هتبقى حاجه ثانيه. لانه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح ساحي الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. كله هيموت ايه؟ في ادم، عشان احنا نسل ادم في الاجساد حبوت، كما لأن في آدم يموت الجميع بعدين الكل صحي في المسيح اللي هو هيخلص، ولكن كل واحد في رتبته. يبقى كل واحد الجميع يموتون جسديا لتبطل بذلك العلاقة الجسدية في أنساب الجسد ومعرفة الجسد وحياة الجسد، كل الذكريات الموجودة دي كلها. وبعدين الجميع سيحيون في المسيح، كل واحد في وجوده صور الروح الجديد بعلاقة فيه. اوكي، بعلاقة روحية جديدة ومعرفة روحية جديدة لا علاقة لها بالوجود الجسدي المادي الذي بطل وفنى. ايه تاني معنى الكلام ده؟ انت في ملكوت الارض دلوقتي، في حياة العالم، في الجسد المادي، كل واحد ليه زوجة، ليه اولاد، واعتبر يعني ليه اصدقاء، ليه معارف، ليه اب، ليه ام، واعتبر ناس، ودي وعلاقات انساب جسدية وصداقة وحاجات ووجود جسد بيحافظ عليه. توم لو تغير موجودة من الله بالمسيح خليقة جديدة، خلاص جسم صور روحي موجب حق، له عقل روحي، فهم روحي، قلب روحي، حس روحي، بصر روحي، سمع روحي، هيطلع في الكون الروحي في ملكوت الله. ساب خلاص جسد فنى بعقله وقلبه وكل حاجة، كله يهلك.
مش هيروح فوق يدور على ابوه فين ولا امه فين ولا مراته فين ولا اولاده فين ولا اخواته فين ولا اصدقائه فين ولا لقى ده اللي ضايقه وده اللي عمل فيه مقالب في الارض وده كان بيحبه وده ضايقه. كل الحاجات اللي موجوده في مخك فرق بموت جسدك. هتطلع جديد خالص. كل المعارف والحاجات دي كلها لانك انت الناس بتقول ده راح بقى هيروح انضم لابائه فوق وراح شاف ابوه وشاف اخته وشاف عياله والكلام ده. اذا كانت الحكايه كده هيتخانقوا تاني وهيملكوا تاني ده ما ملكش وده عمل فيا في الارض كده وده بهدلني في الحته الفلانيه. كل ده بطل. الجميع خليقة جديدة. في آدم أنت مت خلاص بالجسد. في المسيح ستحيا حياة جديدة خليقة جديدة. كل واحد في رتبته ملوش علاقة خالص بالحاجات الأرضية. بطلة. انتهت. هلكت. زي ما بيقول في جماعة هلكت. كراهيتهم وبغضتهم ومحبتهم. كله انتهى. خلاص. فهنا هنا كمان فالنقطة دي بنقول لك عليها عشان تعرف اللي هو الكلام واضح جدا. ايفن تلاميذ مسيح ورسل قاعدين معاه يسوع حبيبنا اللي كان معانا قاعد معانا 40 يوم يظهر لنا ببراهين حية ويقول لنا وكذا وهرسل لكم الروح القدس. مسيح نفسه اتغير مش هو يسوع الجسد اللي انت شايفه. والرسل دول كلهم مش هما اللي كانوا موجودين ده شكله كده وده اتخانق مع توما وتوما شك فيه والكلام ده كله. ما فيش الكلام ده بطل. زي ما بيقول لك النص صريح. اذا نحن 2 كورنثوس. اذا نحن من الان لا نعرف احدا من الان. ما دام اتولدنا بالمسيح. ما نعرفش حد حسب الجسد. لا ده بابايا ولا مامتي ولا حاجه. عشان كده الرب يسوع بيقول لك ان احب احد اخا او امراه ابا او ام او زوجه او اولاد اكثر مني لا يستحقني لان انا بحاجه ثانيه خالص. العلاقات الجسديه دي انتهت ملهاش وجود خالص. ان كنا اذا نحن الان نعرف احد حسب الجسد ان كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الان لا نعرفه بعد. مش هو المسيح اللي هتشوفه فوق ده حتى في سفر الرؤيا عيناه كلهيب نار وسيفه يخرج من فمه مناظر تانية. ايه من انت كرسل وتلاميذ بطرس وبولس وماريمورقس وكل اللي انتقلوا في المسيح كلهم لهم اشكال تانية خاص. والعلاقات الارضيه دي انتهت بانتهاء الجسد. دي علاقات جسديه لها نظام تاني خالص. انساب جسديه ارتباطات جسديه. في فوق علاقات روحية لها قوانين تانية وأشكال تانية وحاجات تانية. عالم جديد بتقول طب وإيه أنا ليه كده؟ أنا هبقى متضايق. أنا عاوز الناس اللي أعرفه بيطلعوا معايا. نو أنت مخك هيتغير لا تقبل الوجود القديم. ده وجود باطل جسدي فن فن فن. لازم تفهم يعني إيه الموت. مش عايز أقول لك أزعلك يعني. مش عايز اقول لك يعني اي حد مات كده وروح شوفه وحطه في صندوق ازاز كده واتفرج عليه هتكره الانسان اللي كان يعني تفهم الجسد باطل الباطل زي ما قالوا قد انتنا يا سيد على العظم. حاجه وحشه جدا فن ملوش وجود. اخلص منه. اين شوكتك يا موت غلبتك يا هويه. خذ الخليقه الجديده في المسيح وليك رتبه على حسب اللي انت عملته. هكذا ليك رتبه عليك وجود صور روحي معين يكون موجود. فهنا يكون هذا الموضوع ركز معاك كويس قوي لانك انت اذا كنت هتشغل مخك في العالم بان انت بتبقى انت بتفكر ان انت هتطلع بحاجتك والله اذا كنت هتطلع باخواتك وعيلتك كلها وانسابك كلها والحاجات دي كلها
وطبعا ابوك هيبقى ايه مرتبط بابوه، وابو ابوك مرتبط بابو ابوه وامه. وخد بالك كده بقى من الاف السنين هتطلع تلاقي عالم غريب، حتى لو لقيته جسدي ارضي والناس الله ده مين ده، ده جد 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 منين ده جه وبتاع، ده شوشره في الفهم، كله هيتغير بنظام تاني عجيب وممجد. ما تفتكرش ان حاجه وحشه يعني، عجيب وممجد فغريب عجيب جدا يعني. فلازم تفهم لان النص واضح، احنا عرفنا يسوع كده مش هنشوفه كده تاني، ولا انت هتشوف نفسك كده تاني. فجميع العلاقات والانساب الجسديه والحاجات دي كلها دي في مخك انت، وتوا مخك ده اللي بيشتغل، والميموري بتاعتك دي والذاكره. فانا موتك انتهى الموضوع خالص. ايه هيحصل تاني؟ يا اما تبقى موجود يا اما تبقى مش موجود، يا اما فانيت خالص اذا كنت انت لم تؤمن بالمسيح جيدا، يعني ايمان فعال ولطف بالمسيح بالله بجسم صور روح غير اكتمل، دي ليها نظم تانية. لو انت مش كده ومسيحي بالاسم بس وخدت الدعوة وما عملتش فيها كثير يدعوني وقليلا انتخبوني سيلكتد، فما اضيق واطرق اقرب الطريق الذي يؤدي الحياة وقليلا لايه؟ يجيزونا. فاللي انت ممكن تكون ما مسيحي بالاسم ستفقد. فهي العملية، عشان كده الرب يسوع بيقول لك ما تفكرش في الجسد خالص وفي العالم الجسدي ده خالص. العالم بالنسبة لك هو تفكير الجسد، فكرش فيه لأن الجسد لا يفيد شيئا، الروح هو الذي يحيا. والروح ما فيش أخ وأخت وأب وأم وزوجة أولاد، كملائكة الله لا يزوجون ولا يتزوجون، لا يستطيعوا أن يموتوا. فمفاهيم تاني، أنت كل زعلك في العالم إن أنت هتموت وإزاي تكسب عشان تاكل وتشرب. ما كنتش تاكل وتشرب وسرفايف وتأمن نفسك، خايف هتموت هتتعب وتعيا وما إلى ذلك. مفيش جسد، كل الحاجات دي بطلة، وكل اللي بنيته عليها من علاقات مع الناس بطلة كلها. يبقى ملهاش فيه. أوكي. واحد امين. والان هنتكلم في الفصل السادس عشر، الخلاص من سلطان الموت. سلطان الموت هو الوجود الباطل الكلي. هنا هنتكلم على سلطان الموت. ايه هو سلطان الموت؟ عالم الوجود الصوري المادي، العالم اللي انت العالم الوجود الانساني ده موجود فيه انت، هو صورة سالبة أي صورة باطلة لعالم الوجود الروحي الحق العلوي. ليه؟ أصلا هو العالم إذا كان عالم المخلوق زي ما قلنا لك جميل جدا وعجيب جدا، حياة فيه وكل حاجة، صورة موجبة لملكوت السماوات، إنما سلبت بالشيطان فصارت صورة باطلة لعالم الوجود الروحي الحق العلوي، أي صورة باطلة لعالم الوجود الروحي الحق العلوي عالم ملكوت الله. ذلك أن الوجود الصوري المادي الذي هو صورة الوجود الروحي الحق قد صلب في العالم، يعني قد صلب بالوجود الروحي السالب السفلي، أي بالوجود الباطل الكلي في ذاته اللي هو الشرير وصورته إبليس وروحه اللي هو الروح النجس الذي هو الشيطان في ذاته وصورته وروحه. وذلك وبذلك صار عالم الوجود المادي اللي هو قدامك، معطاة العالم المادي اللي هي قدامك، عالم باطلا في وجوده. وكل من يوجد منه ويولد فيه يلزم ان يكون وجوده ايه؟ باطلا. اللي هي لا تحب العالم والاشياء التي في العالم، كل ما في العالم شهوه العيون وتعظم المسيح ليس من الاب بل من العالم. وكلمه الله تثبت ان العالم ينتهي. وبذلك ساد الموت اي الوجود الباطل على حياه العالم المادي، يعني الوجود الانساني، كل كائن حي يلزم ان
يموت، ولهذا يلزم أن يفنى ويبطل وجود كل إنسان في العالم بسلطان الموت. في سلطان بيموته، أي سلطان الوجود الباطل، أي سلطان الشيطان. والنصوص بتأيد أن الموت ده جاي من الشيطان. عبرانيين 2:14، لكي يبيد بالموت، ده المسيح، ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. الإبليس هو الموت الجسدي والموت الروحي، فعشان المسيح يهزمه لازم يموت، يخش في مملكة الموت عشان يبيده وينزع منه سلطان الموت من الوجود الإنساني المؤمن به، يولاد من الله بسورة الله وروح الله، يعني بسورة المسيح وروح المسيح في وجود حياة جسم صور روح الموجب حق لينتقلوا به إلى ملكوت الله في حياة أبدية. أوكي، يبقى هنا حياة الوجود الإنساني، الوجود الجسدي الإنساني، وجود مادي صوري باطل، إذ هو تحت سلطان الموت. أنت كلنا تحت سلطان الموت، هتموت هتموت، في سلطان موت عليك، أي سلطان الوجود الباطل الذي هو الوجود الروحي السالب، بيسلب وجودك الحي. أمور الزنزات بعد ما يسلب جسد موت الجسد يسلب وجودك الروحي وتصير روحا سالبا، كائنا صوريا روحيا سالبا، تسقط في الهوية الروحية وتاخد عذاب أبدي وموت روحي أبدي اللي هو جهنم النار الروحية التي لا تطفى. أوكي؟ فخلي بالك معايا هنا بقى. أنت دلوقتي لقيت نفسك إيه؟ اتولدت في العالم، اتوجدت وعارف كويس قوي وات ايفر هابند هتموت. وجه المسيح قال لك الموت بتاعك من امن به فقد تخلى الموت بالحياه، وان لم تؤمن ان انا هو تموتون في خطاياكم، وانا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد. اوكي اوكي، انا عارف ان انا هموت، والموت اللي انت فيه ده كله بالخطيه، الموت اللي انت موجود فيها والشحن الصلب الظلمه اللي هو الشرير شيطان سلبك، وانا هنقلك من موت الحياه، كل واحد مش عاوز يموت، خليك معايا. فايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل عشان احمي؟ انا مش عاوز اموت، اي واحد مش عاوز يموت. فاذا رفع، رفع تنزع سلطان الوجود الروحي السام اللي هو سلطان الشيطان من على الوجود الصوري الجسدي الإنساني. أول حاجة فهمت إن الموت ده جاي لي منين؟ من سلطان الوجود الروحي السالب اللي هو سلطان الشيطان، هو اللي بيموت وأنا عاوز أحكم كجسد إنساني. والمسيح قال لي تعالى لي أؤمن بيه هنقلك، وهديك حياة أبدية، مش هتموت، لن يموت للأبد، أنا هو القيامة والحياة، أنا اللي بخلص. طب هتخلص إزاي؟ بتفتح عيونك كي يرجعوا من ظلمات إلى نور. الرب يسوع بيكلم بولس، ومن سلطان الشيطان إلى الله بالإيمان به، فيكون لهم غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. حيحدث. اوكي. فانت دلوقتي مطلوب منك انت كجسد انساني حي وعارف ليك زمن وهتموت، وان الموت ده جاي لك من سلطان الوجود الباطل الكلي اللي هو الشيطان، هو اللي بيموتك جسديا وممكن يسلبك روحيا كمان. موت جسدي وموت روح، وتبقى كائن صور روحي سالب، او اتليست تموت جسديا وتفهم انا مش عايز اموت، فيا ذات مش عايزه تموت، اعمل ايه؟ فبنقول لك النظريه عباره عن ايه اللي بيقولها المسيح، المعادله اللي بيقول عليها، اذا انت رفعت من عندك سلطان الوجود الروحي السالب اللي هو سلطان الموت على وجودك الإنساني، أي إنسان
الا مع بشيل منك الشح الطاقي السالب اللي هو اللي بيسبب فيك الخطيه اجره الخطيه موت. انت بالاسم صورت الخطيه حلت بي امي، هشيل منك الحكايه دي لان انا المسيح. لو امنت بيا هشيل الخطيه بتاعتك دي. سلطان الشيطان حمناه عليك. اوكي؟ انا هامن بيك. دي مرحله اولى. اذا انت رفعت السلطان المجرد الروح السالب من على وجود الصور المادي الانساني جسد الانساني، صار وجودك الصور الجسدي بلا شحنه روحيه سالب. ما فيكش شحنه سالب، مش متاثر بالشحن السالب، مش منجذب للشحن السالب اللي هو الشرير والشيطان في ذاته وصورته وروح. اوكي، بقيت انا كده. واذا شحن الوجود الصور الجسدي بالشحن الروحي الموجب المقدس، هشيل منك ده وهبعت لك شحن روحي موجب بالروح القدس. بالروح القدس صار الوجود الجسدي الانساني الصوري اللي هو انت وجودا صوريا يعني جسديا موجب الشحنه الروحيه، اي مقدس. اوكي، انا خلصت من الشحن السالب، سلطان الشحن السالب ده كله، وخدت شحن موجب. اوكي، دلوقتي بقيت انا موجب ومقدس، انما لسه جسد، بس اتحولت من صور جسدي سالب الى صور جسدي حيادي. وبعدين شحنت بالشحن الروحي الموجب المقدس بالايمان بالمسيح مرحله اولى، وبالروح القدس بقيت ايه؟ راجل مقدس، انما لسه جسدي. حموت 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 حموت، ده قوانين موجوده، هتعيا وتموت. مش الفساد لا يأس عدم الفساد. عدم يعني الفساد ما يقدرش يفضل الجسد حيفضل، لان ده قانون موجود على الخليقه. اوكي، يبقى انت موجب الشحنه بقيت مقدس. واذا لبس انت بقى في جسدك بقى ده، اذا لبس هذا الوجود الصوري الجسد الموجب وجودا صوريا الهيا حقا من اقنوم الوجود الصوري الالهي، اقنوم صورة الله ابن الله الرب يسوع المسيح، في ذلك يصير الوجود الصوري الجسدي الانساني الموجب الشحنة الروحي في وجود صوري روحي الهي حي. هو حي وحق مولود من الله بابن الله الرب يسوع المسيح بصورة الله، اي بصورة الله بروح الله الروح القدس، وبذلك يحيا الوجود الانساني الى الابد، ويخلص من سلطان الموت الجسدي الذي هو موت الجسد، وسلطان الموت الروحي الذي هو سلطان الشيطان اي الوجود الروحي الباطل. لا يموت جسديا ولا يموت روحيا. اذا امن بالمسيح هيطهر من الخطيه، يكون له مغفره الخطايا، وبعدين هيحل الروح القدس فيولد من الله بصورة الله بروح الله. الله هيبقى فيه جسم صورة الروح الموجب حق، يطلع فيه بملكوت الله. هنا كورنثوس 1 كورنثوس 15 51 ده بولس الرسول، هو ذا سر اقول لكم لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير. ده التغيير بقى في لحظه في طرفه عين عند البوق الاخير، فانه سيبوق ويقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير لأن هذا الفاسد جسد هيموت هيموت. تقدسه ما تقدسه، شلت الشحن السام وفيه وجبت شحن موجب مقدس حطيته فيه بالإيمان المسيح، ما زلت هتموت لأنك أنت جسد فاسد عضو هتفسد. لازم ده ما ينفعنيش تطلع بيه. ذاتك اللي انت فيها دي بعد ما عملت فيك كده، انا بعمل لك كده، بشيل لك الشحن السالب قبل خطيه الموت والشحن السالب الظلمه، وبحط فيك في شحن موجب مقدس بالروح القدس عشان اعدك للولاده الصوريه الالهيه بجسم صور روحي موجب حق. ما اقدرش اولادك وانت خاطر وانت فيك شحن سالب. انا اضفك قبل اللي هي مغفره الخطايا غفران الخطايا. هيجي بعد كده اولادك تاني
ادي ذاتك اللي انت موجود فيها دي، فرجيت يا ذات جسمك ده هيموت، هيموت الجسد ده، هديكي جسم صور روحي موجب حق جواك. اول ما يموت الجسد ويفسد الروح لحاله تطلع بالجسم الصور روح المجرد، وقد تاخذ طبعا الهيكل الصور اللا مادي لوجودك معك، لان هيبقى هيكل مضيء بشحن موجب مقدس. فهنا هو ده سر اقول لكم، لان كلنا ولكننا نغير في لحظه في طرفه عين عند البوق الاخير، فانه سيبوق فيقام الاموات عليمي فساد ونحن نتغير، لان هذا الفاسد لابد جسد ان يلبس ايه؟ عدم فساد، بديه جسم صغير روح موجب حق. وهذا المائت اللي هو الجسد الميت ده لابد ان يلبس عدم موت، بديله جسم صغير روح موجب حي، هيقابل ايه؟ روح. ومتى لبس هذا الفاسد، ده فاسد حينات تروح وتيجي حينات ويعيا ويموت، روح اتفرج عليه بعد ما يموت كده تفهم نت. ومتى فسد لبس هذا هذا الفاسد عدم فساد، وهذا الماء عدم يلبس عدم موت، ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا الماء عدم موت، فحين تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت، موت الجسد إلى غلب، اتغلب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ الموت ده طلع لك من الهاوية الروحية على جسدك وعلى روحك. أما شوكة الموت اللي بتخليك تموت، شكك عشان تموت خطية، تبقى الخطية موت، وقوة الخطية، الخطية طبعا الشحن السالب الشرير بيجي لك يعمل لك قدرة سالبة تعمل خطية، وقوة الخطية ده بولس الرسول هي الناموس الوصايا، لو ما علكش الوصايا لا تزني ولا تسرق ولا تقتل، ورجعت ما عرفتش ان دي خطية، بس قال لك شخصها لك، دي خطايا، دي رجاسة، دي رذيلة، دي فاحشة، ده ركس، ده نجس، ده محلل، ده محرم، وهكذا. فهمك ده موسى، فهمك الوصايا طبعا من ناحية موسى حاجة، وصايا المسيح بقى لحياة أبدية، تدرج أكبر أكمل العملية، لأن أنت عاوز يعمل لك التاني مؤد، مش عاوزك تتشحن بالشحن السالب، جسمك ما يشحنش السالب عشان تطلع روح بره، أما المسيح عاوز يديلك وصايا كاملة قوي، يتولد فيك جسم صور روحي ممكن، ودي عملية من فوق، عشان كده بتبقى صعبة جدا. ولكن شكرا لله الذين اعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. يعني ايه شكرا لله اعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح؟ يعني الولادة به من الله بجسم صور روحي موجب حق، بيكمل العملية، مش وصايا الناموس ده مؤد يمنع عنك حصول على شحن السالب، انما لا يحييك حياة ابدية، انما المسيح جه عشان يخليك لغلبة الموت فعلا، ما يقدرش عليك لانك هيبقى جواك جسم الصور الروحي موجب حق من صورة الله، من روح الله، تولد به من فوق من الله زي ما قال نيقوديموس. وبالطريقه دي لما يحصل لك كده يبقى لك ايه؟ ذاتك لها الغلبه على الموت. جسد بدل انت تيقنت كده كله تمام، خلاص روح يا جسد موت، انا عارفك انت عتفنا وضبطه فساد، مبسوط ان انت هتخلص من الفساد، هتخلص من الماء، هتلبس عدم فساد وعدم ايه؟ موت. وهنا هندي لك لوحة عشان تفهمك الخلاص من سلطان الموت، اللي هو قول الرب يسوع يوحنا، من امن بي فقد انتقل من الموت للحياة، وانا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فيحيا، وان لم تؤمن ان انا هو تموتون في ايه؟ في خطايا، لان انت موجود فيك الخطيه، بالاثم صورت وبالخطيه حبلت بي امك. اوكي، وكمان عشان تفهم بيه بيقول لبولس الرسول في اعمال، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله.
سلطان الشيطان اخر عدو يقتل هو الموت. ذاك الذي لا سلطان الموت الذي هو ابليس. سلطان الموت يعني. الى الله بالايمان يكون لهم غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين يحيوا حياه ابديه. فهنا بنقول لك في اللوحه دي عشان تتاملها كويس، انت كانسان اي انسان وجود صور جسدي سالب هتموت، مصيرك الموت لانك فيك الخطيه وارثها عبر الاجيال، ودي اللي خليتك ايه تموت. لو شلت منه نقص يعني في اللوحه هنا الشحن الروحي السالب اللي هو سلطان الشيطان، اشيل منه سلطان الشيطان ما يشحنوش، اقطع البطاريه اللي موصلاه بالشحن الطاقي الصوري السالب والذاتي والروحي كله بتاع الشيطان في ذاته وصورته وروحه والاشرار عامه، اقطع له الاتصال ده. فبدل ما يجيلوش الشحن الطاقي السالب مش هيعمل اعمال خطايا. ده بالطريقه دي عملت له ايه؟ غفران الخطايا. توبه. هيبقى ايه؟ وجود جسدي متبرر، يعني ايه؟ طاهر من الشحن السالب. بعد كده هاخد هديله الايمان بابن الله الرب يسوع المسيح يؤمن. ده الله اللي بيعمل. الله هو الذي يدعو ويبرر ويمن ويخلص. هديله ايمان بابن الله الرب يسوع المسيح. هيحصل له في الايمان حلول الروح القدس اللي هي معمديه الروح الايه؟ القدس. التاني الاولاني ده اللي هو خلصته من الشحن الروحي السالب اللي هو معموديه الماء، الايمان تعمده باسم الرب يسوع المسيح، فانقطع الشحن الطاقي السالب عنه، الوصله تنقطع فما يجيلوش، يجيله غفران الخطايا، تروح الخطايا اللي فيه. اعمل له يثبت في الايمان بابن الله الرب يسوع المسيح، يديله حلول الروح القدس لمعموديه الروح القدس. ينزل عليه الروح القدس عشان يعده يقدسه بقى، شحن روحي موجب مقدس. يديله وجود جسدي موجب الشحنه يعني مجدد مقدس. يبقى راجل مقدس. اجي بعد كده يحصل له اما يثبت في الايمان يحصل له ولاده من الله بصوره الله بروح الله، يتغير الى جسم سوى روحي موجب حق اللي هو البؤم المسيح الحق. اما يكتمل الجسم سوى الروح الموجب الحق بالثبات في الايمان وعمل اعمال الحق يكمل الجسم ده، يبقى ليه حياه ابديه في ملكوت الله في علاء يعني سماء الكون الروحي اللي هو ملكوت السماوات. خد نظرة على البتاع يركز فيها كويس فهتشوفها ماشية ازاي. هي ماشية كده 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 كده. يعني امشي مع السهم وافهمها وركز عليها كويس قوي لان خلاصك موجود فيها. عنوانها موجود هنا، خلاص من سلطان الموت في المربع البني ده. ويبتدي بقى السهم ماشي وازاي يحصل لحد ما تاخد حياه ابديه. لازم تمر بمرحلتين، ان تعتمد باسم الرب يسوع المسيح لغفران الخطايا، دي التوبه معموديه الماء، وبعدين تعتمد تؤمن بالمسيح فيحل عليك الروح القدس فتتقدس، وبعدين يكمل اما تتقدس تتهيأ الولاده الصوريه الروحيه من الله بصورة الله بروح الله يعني بالمسيح والروح القدس بجسم صور روح إله حق حي. ده أما يكمل إلى ملء الله وملء المسيح حسب قربتك يعني وجودك أنت قسم الله لكل واحد بقدر إيمان، يكمل يبقى لك على طول جسم صور روح حق موجب حق طبعا من فراغ الجسد الذي يذهب إلى الفساد ويبطل، تطلع بجسمك الصور روح الموجب. مين اللي تطلع؟ اللي هو ذات انت تطلع فوق في علاء الكون الروحي في ملكوت الله ملكوت السماوات اللي هي سماء الكون الروحي في مجد وحياه ابديه الى الابد. ده العمليه كلها ماشيه كده بالترتيب كده هكذا يكون. اوكي.
بنتكلم على خلاص الوجود الإنساني بالطريقة اللوحة اللي وراها لك دي، فبنقول في الكتاب هنا لخلاص الوجود الإنساني من سلطان الوجود السالب، أي سلطان الموت الجسدي وسلطان الموت الروحي، أي من سلطان الشيطان، يلزم تحريره من سلطان الوجود الجسدي السائل. تعرفون الحق والحق يحرركم. كل من يفعل خطية هو عبد الخطيئة، أي تحرير من خطيئة الموت، خطيئة الموت أي من الشحن السالب الشرير، وبذلك يشحن بالشحن الروحي الموجب الحق المقدس، تحريره وتشحنه بالروح القدس روح الله، وبعد ذلك وولادته بوجود صور إلهي حق من صورة الله، أي ابن الله الرب يسوع المسيح، ليصير الإنسان بذلك مولودا من الله الآب ذات الله بصورة الله ابن الله وبروح الله اللي هو الرب يسوع المسيح. في وجود صور روحي حق إلهي يسود، لا يسود عليه الموت الجسدي ولا الموت الروحي، خلاص يتحرر من سلطان الشيطان، ساب الخطية. تعرفون الحق والحق يحرره، فيبقى في جسم صورة روحي موجب الحق مولود به من الله، من ذات الحق بصورة الحق وبروح الحق، جسم الحق ده حي حياة أبدية، وخلاص تخلص من جسم الباطل. لذلك نزل ابن الله الرب يسوع المسيح من عالم وجود الصور الروحي الإلهي الحق في العلاء الروحي اللي هو سماء الكون الروحي اللي هو ملكوت الله، إلى عالم الوجود الصوري المادي عشان الوجود الإنساني، متجسدا في جسد إنساني موجودا في هيئة إنسانية لكي يخلص الوجود الإنساني كله من الموت الجسدي، يعني موت الجسد، حتى لا يكون موت الجسد نهاية للوجود الإنساني، لحياة الوجود الإنساني، ليحيا الوجود الإنساني بولادة صورية روحية جديدة من وجود الصور الإلهي الحق اللي هو المسيح الذي أعطاه المؤمنين بقيامته من الموت الجسدي، أي بسيادته على الموت الجسدي، ونزع سلطان الموت من الوجود الباطل اللي هو الشيطان على كل من يؤمن به لتكون له حياة أبدية بقيامة ابن الله في قيامة صورية روحية جديدة بجسم صور روحي موجب حق ممجد وقدس، قيامة من الموت أي من الوجود الجسدي المادي الباطل والوجود الروحي الباطل، ليكون المؤمن المسيح حق بذلك حياة أبدية في ملكوت الله. يبقى هو ادالهم الحكاية دي خلاص، عشان كده اسمه سيفلو المخلص من سلطان الشيطان الموت الجسدي والموت الروحي. غلاطيا 3:27-28 بولس الرسول، لأنكم الذين اعتمدتم بالمسيح، مع معدود الماء والروح روح القدس، مع معدود الماء لمغفرة الخطايا التوبة، مع معدود الروح القدس للولادة من الله، أوكي بصورة الله بروح الله، لكنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد إيه لبستم المسيح، لبسته لبس جسم صورة روحي موجب حق صورة المسيح الابن، لبسه في لبس 3:21 الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ده يكون على صورة جسد مجده، هيديك جسم الصورة الروحي اللي قام بيه من الأموات، دي مادة حياة أبدية عملها عشان يجهزها ويديها لك بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه إيه؟ كل شيء. هنا بعد ما عمل المسيح كده عمل حاجة مهمة أوي، إرسال الروح القدس. أرسل الرب يسوع المسيح أقنوم لوجود الصور إلهي الحق، أقنوم صورة الله. أرسل الوجود الإنساني في العالم أقنوم روح القدوس. الروح القدس روح الله أرسل المؤمنين به
روح الحق ليحل على المؤمنين باسمه، خليك معايا، ويقودهم ويرشدهم الى وجود الروح الحق لولاده به، لولاده من الله الاب ذات الله، ولاده صوريه روحيه جديده بابن الله صوره الله وبروح الله اللي هو الروح القدس في اجسام صوريه روحيه موجبه حق تحيا بالجسم الصوري الروحي الموجب اللي اداهولك ده، يحيا الاجسام دي الصور الروحيه الموجبه الحق، تحيا بالايمان المسيحي الروحي الحق وباعمال الحق. الايمان يجيب لك خيار الايمان، يبقى الجسم الصوري الروحي شغال منور شغال، اعمال الحق تنطبع صورتها فيك تنمو، يبقى بالايمان والاعمال ينمو الجسم الصور باعمال الحق الاثنين دول. هنا تحيا بالحاجات دي بالايمان والاعمال، تجيب له الطيار الايمان يسري فيه شغال فعال صاحي حي بالايمان، البر يحيا اليه بالايمان، وبعدين تعمل اعمال حق ورحمه ومحبه وما الى ذلك كلها دي ترتدي صورتها فيك، لان اي عمل حق معمول بالله على طول حتى ايه يجيلك يبني جسمك الصور الروح الموجب حق فيكمل نموه ويكتمل قدراته تبنيه. هذه الاجسام تحيا بالايمان والاعمال، ايمان الحق الفعال واعمال الحق بدون نفاق، وهي الاجسام دي خليك معايا وتموت بالارتداد عن الايمان الحق وبعمل اعمال الباطل، مالكش ضمان فيه، وقفت الايمان تنكمش وتضمحل وتموت وتذبل، وقفت اعمال الحق تضعف وتضعف قوي وتنتهي، فهي بتحيا بكده وتموت بكذا باعمال الباطن المادي والروح. فهنا البار بالايمان يحيا قول بولس الرسول، ونرتدى الاتصال به نفسي، ونحن لسنا من الارتداد الى الهلاك بل الايمان الى اقتناء النفس. هنا مهم قوي، ايمان اعمال حق سريان فعال الايمان فيك تحيا اجسام دي وتكمل، تمنع الايمان ولا تثبت في الايمان وتعمل اعمال الباطل تموت الاجسام، مش عشان هي مولود الله فيك بيخلص، لان سلمته للباطل رجعت تاني سلطان الشيطان، فالشحن السالب يخش له يخليه ينتهي، احترز جدا وخليك صاحي معايا. اوكي. والرب يسوع المسيح الاله الحق والحياة الأبدية يثبت المؤمنين به بروح القدوس، الروح القدس روح الله، روح الحق روح المسيح، خلي بالك روح الحق وروح الله هي روح المسيح، لأن الأب والاب هو الروح القدس، الروح القدس للاثنين مع بعض، أرسل لكم الروح القدس وروح الحق بينبثق من الآب، الاثنين ده روح الأب والاب زي ما أنا ليا ذات وليا جسد، ذات والصورة بروحي بتاعت الاثنين، ما اقدرش يقول الروح دي بتاعت الذات بس والروح لا بتاعت الجسد، الاثنين واحد فالثلاثة واحد. اوكي، انما هي الروح بتاع الاثنين الاب والاب، فما تقول روح الحق روح الله هو روح المسيح، روح الاب يعني وروح الاب واحد. رب يسوع المسيح الاله الحق والحياة الابدية يثبت منها بروح القدوس، الروح القدوس روح الله روح الحق روح المسيح، ويحفظهم في حياتهم في العالم في الجسد المادي من الخطيه الموت ومن الشحن السالب الظلمه ومن قوات الباطل المادي والروحي، وينجيهم بالقوات الروحيه الموجبه المقدسه من الملائكه والقديسين والارواح المخلصه المبرره لكي يغلبوا العالم المادي السالب والعالم الروحي السالب، ويحفظوا وجودهم من روح الحق المولودين به من الله، وبعد ذلك ينتقلون الى ملكوت الله
في حياة أبدية ومجد أبدي لا يفنى إيه ولا يزول. أوكي نيجي هنا بقى يوحنا 16:7، خلي بالك من النص ده. لكن أقول لكم الحق، ده المسيح بيكلم الرسل تلاميذ، أقول لكم إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إلي. كلام ملوش معنى. ليه ملوش معنى؟ يعني كلام عاوز يتفهم. أنت أحسن لكم أنا ماشي طبعا. طب طلع عليه ما خليك معنا، أنت إله دلوقتي. ده أنت إله وعين من الأموات وضفع عليك كل السلطان في السماء والأرض. وأنت والأب واحد. والأب فيه وأنا فيه. وأنا كذا كذا كذا. ليه بتقول لنا المعنى ده؟ إزاي خير لكم لازم أمشي؟ أنتوا تزعلوا عشان أنا ماشي؟ لازم أمشي، ما كنتش أمشي هيجي لكم الروح القدس. فلازم أمشي عشان أما أمشي هبعته لكم. طب إيه القصة دي بقى؟ ليه القصة دي؟ ده أنت بتقول أنت كل حاجة. ليه بقى؟ إزاي؟ ليه ما تبعته لنا وأنت موجود؟ لازم أطلع فوق. يعني مش قادرين، لهاش معنى. كلام ما مش ماشي مع القدرات. ليه بقى؟ يقول لك المسيح لما قام من القيامة زي في سفر أعمال الرسل، هنقرا لك منه حتة من دي، إنما عامة زي ما هو مكتوب كده إن قعد 40 يوم يظهر لهم نفسه حيا ببراهين كثيرة. وبعدين قال لهم بعد ما كملت 40 قال لهم انا هديكم موعد، لازم اطلع الاب وهديكم موعد هبعت لكم الروح القدس. قالوا له خليك معانا. فزع قال لهم انا لازم اطلع، خير لكم ان انطلق، ان لم انطلق لن ياتيكم المعزي الروح القدس. ما حدش يقدر يفهم الكلام ده. ليه بتقول لنا كده؟ ليه بتقول لنا كده؟ وفعلا في الخمسين قال لهم لازم اطلع، لازم اطلع. ما كنتش اطلع خير لكم كده اكتر. انا مش قادر اقعد معاكم. لازم اطلع، ولما هروح هناك ابعت لكم الروح القدس. يحل عليكم. وتبتدوا ايه؟ ده ما كانش كده مش هيجي لكم. يعني فزوره، ليه تعمل الكلام ده كله؟ انها بتستدل منها بحاجات غريبه جدا. عجيبه يعني تفهم منها بالعلم المسيح الحق. بشهادة الروح القدس اللي هو هيبعته. ان انت هو 40 يوم قاعد يظهر نفسه حيا ببراهين كثيره لهم، يقعد معاهم وياكل معاهم ويشرب معاهم ويظهر معاهم ويكلمهم. كل ده اللي بيعمل الحاجات دي، خليك معايا، اللي بيعمل الحاجات دي كلها جسد المسيح الانسان. كلم، ياكل، يشرب، اكل سمك واكل عسل نحل والحاجات دي كلها، ويكلمهم ويقول لهم وصايا، يقول لهم 40 يوم. بعدين قال لهم لا ده امشي بقى خلاص. ده 40 كملت. ال 40 كملت. خلي بالك المواعيد دي كلها اللي احنا مشيها نمط ثالث ايام الاموات 40 كملت، لازم اطلع. خليك معانا نقط. تعالى انا اطلع فوق عند الاب. الاب اتيت والاب اعود. هو مكتوب كده من الاب اتيت اهي. سوري. يوحنا 16:28 خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. أوكي طب إيه الموضوع ده؟ كبير عليكم مش قادرة تفهموه، ولا على الكنيس ولا حد. لازم أطلع هديكوا أنا في اليوم 50 من قيامتي من الأموات كمل 40 يوم دلوقتي. هبعت لكم الروح القدس، بس انتوا تلموا كده وقعدوا في اورشليم في مكان معين في الخمسين. اوكي موعد من قبل. لازم اطلع. دي معناها ايه؟ الرب يسوع المسيح لما قام من الاموات في جسد انساني
اللي هو الجسد بتاعه، وظهر لهم بهيئات متغيره والمسيح بيكلمهم. واضح؟ طبعا انا مت دلوقتي وبعدين جيتك وقابلت الناس اللي اعرفهم، قمت بأموال وكلمته وشكلي متغير شويه. بعد انا هاني نو مش هاني. طب انا وانا 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 المسامير عايزها المسامير حاجات بتاعتي كلها هيصدق؟ لا فعلا انت هاني. في اوامر لما رب بتقول لي كذا، اما الشكل متغير ليه؟ ده لازم الشكل يتغير لان ده جسم صغير روحاني خلاص بياخد هيئه ماديه زي معوز وياخد بالشكل اللي انا عاوزه. واتفضل اقدر اجيبه الشكل الاصلي ولا اجيب اشكال ثانيه. فده زويه. What happened in رب المجد يسوع المسيح؟ اما طلع وقام الاموات بجسم صوري لا مادي اللي هو موجود فيه، بياخد صوره ماديه اللي هو كان موجود فيها قادر على كل. الروح قادره غير الماد، جسد ضعيف اما الروح فايه؟ نشيط. فبيقدر يغير ماده على طول موجوده فيه ويقدر يمنحها على طول، مش هيطلع فوق كجسد انسان. لا ليس الفساد عدم فساد. كله بيتغير، عشان كده بيقول لك نتغير الى تلك الصوره نفسها على صوره جسد مجدي. جسد التواضع ده خلاص فهو بيتغير. اوكي، ده دي اوكي مفهومه. ليه بتقول لنا بقى 50 ما تكونش 60 ليه؟ ما تكونش بكره ليه؟ دي معناها قياسات في الكون الروح. عشان يطلع فوق بجسمه الصوري اللي خده اللامادي اللي هو قام بيه من الاموات اللي خد فيه وجود الانسان كله، ويطلع الاب في العلاقه ده الابن الاله قوي جدا. خلي بالك ده هيخش الكون الروح ويطلع. انت هو دلوقتي الكون الصوري المادي موجود فيه 40 يوم قاعد فيه. That is enough. 40 خلاص كملت العمليه. عشان كده بيقول لك ال 40 بتاع الميت والتالت بتاع الميت، كل دي حاجات متخذه من الحاجات دي كلها دلائل يعني. فبعد ما طلع ال 40 لازم امشي عشان يطلع من الكون الصوري المادي العالم لحد علاء الكون الروحي. خليك معايا. علاء الكون الروحي عند الاب السماوي فوق سماء الكون الروحي ياخد 10 ايام. 10 ايام يطلعهم فوق مسافه. أول ما وصل أرسل الروح القدس. الروح القدس ده الريح ثواني يكون تحت. إنما ده جسم صوري إلهي حق متجسد. في جميع مادة الحياة الأبدية لوجود الإنسان كله اللي هيؤمن به. الموجود والسابق إبراهيم وإسحاق ويعقوب ودانيال وجميع الأنبياء اللي هم أرواح فاضلة عاوزة تطلع بأجسام صغيرة روحية، وكل المؤمنين اللي جايين بعد كده عشان يكبر عدد المختارين الى ملكوت الله. فخد 10 ايام. اي جسم سوى روحي موجب اذا كان جواك بياخد مده عشان يطلع لملكوت الله. فوق يطلع خالص فوق. انا خدت مثلا 40 سنه او 40 سنه ونزلت تاني. فما تعرف بقى الحكايه دي كلها. المسيح 10 ايام عشان يطلع فوق، فما طلع فوق اعطى الروح القدس نزل. في الخمسين. فهنا حتى كمان يعني اما نزل معمودية الروح القدس هنا نزل الروح القدس كأسئلة تلاقيها استقرت عليهم بقوا يتكلموا بقدرات ثانية ويتكلموا بلغات ويعملوا عجائب لأن أرسل الروح القدس. فبيقول لهم خير لكم. طب أنت لو قعدت معانا على طول هيحصل إيه؟ مش هتاخد الروح القدس. ليه؟ لأن وأنت قاعد معانا. لا مش هقدر أديها لكم وأنا قاعد معانا اللي في قوانين روحية. أنا هطلع ده انا بكمل المهم. الاب بعتني انا الابن خلصت الموضوع وراجع والسكه صعبه قوي عشان اطلع فوق. اذا وصلت في ايزا في الحرب الروحيه واخضعت كل الذين اعداء كله في السكه هيستنوه وطالع ووصلت هبعتها لكم. بس انا متاكد دفع عليا كل شيء سلطان في السماء والارض والاب مستنيه فوق هيكمل فوق ويتمجد يجلس عن يمين الاب يقول له ده بعد بقى الروح القدس عشان يجيب لنا الحصاد بالعالم. فجاب لهم حرام. انت تفهم منها ان 10 ايام
انت جد واجتهد عشان تبقى ايه، ممكن تموت وانت لسه ايه، يعني اقول لك ايه، مثلا افرض كل الروح هنقيسه بس 100 درجه، ممكن تكون انت ماينس 10 5 4، السكه طويله سما رهيب قوي. فعامة انا بفهمك المقاييس ليه بيقول لهم، لان المسيح المفروض قادر على كل شيء، انما في قوانين روحيه، في كون روح 10 ايام عشان يطلع، وبعدين يرسل لهم الروح القدس وما بعدهمش هو موجود فيها. ليه؟ لان مشوار طويل قوي عشان يطلع من العالم المادي لعلاء الكون الروح فوق عند الاب الملك فوق، يقول له انا الابن جيت لك اهو واخضعت كله تحت قدمي، زي ما بيقول لك هنا، عشان افهمك الحته دي يبقى معايا في الموضوع ده، لان دي مهمه قوي، التسليم الشغل اللي هو بيقوله. اوكي، هنا عشان تبقى فاهمها، هنا 1 كورنثوس، كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح يحيى الجميع، ولكن كل واحد في رتبته، المسيح بكورة ثم الذين المسيح في مجيئه، وبعد ذلك النهاية. خلي بالك من الكلام، متى سلم الملك لله الآب عليه مسؤولية، جاية المسؤولية، هيحارب قوات العدو كلها، هوية روحية كلها، كل دول ضده، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، دي قوة العدو اللي كلها شيطان في ذاته وصورته وروحه وكل وحداته. اوكي؟ لأنه يجب أن يملك عليك، لازم تملك وتخضع حتى يضع جميع الأعداء حرب، بعثوا للحرب تحت قدميه. آخر عدو يقتل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدمي، حرب أخضعها خلاص. ولكن حينما يقول، خلي بالك من نص، حينما يقول كل شيء أخضع تحت قدميه، فواضح أنه غير الذي أخضع، الإب بيخضع كل شيء للآب. خلي بالك الحاجات دي very important. فحينئذ ومتى اخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل، لله، حتى يكون هنا الله هو الكل في الكل. لازم تفهم الحاجات دي كويس قوي، لان ايه، رب يسوع يعني ما تاخدش الامور اكسجريتد قوي فيها، تفهم دي قوانين الكون الروحي ومفاهيم الكون الروحي والحاجات دي كلها، لان رب يسوع كمان بيقول لك عشان يوري العلاقه بينه وبين الاب، الاب الله ده هو كل حاجه، كل في الكل، الاب. متى 25 كمان، الاب له حياه في ذاته كذلك اعطى الاب، الاب اعطى الاب أن تكون لها حياة في ذاته. حياة في ذاته يعني إيه؟ ذات الله هو الآب، وسلطة الله هو المسيح. اتحد معاه بقى ليه حياة في ذاته. في ذات الله يعني. وبعدين المسيح بيقول كلم الآب. ده غير ما بيقول لك أنا والآب واحد، من رآني في رأى الآب. وبعدين أنا الآب فيه وأنا فيه، وضف عليا كل سلطان في السماء والأرض. وبيقول لك إذا هو أكرزه بالعالم أبا من الآب والابن والروح القدس. خلاص المرتبة واحدة دلوقتي عظيم، وضف عليا كل سلطان في السماء والأرض، دي كلها مراتب عظيمة للابن. أيها الابن مجد ابنك لكي يمجدك ابنك أيضا، إذا أعطيته سلطان على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، إيه هي الحياة الأبدية؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح لك. أوكي؟ فهنا وفي نص تاني بيقول لهم في يوحنا برضو أبي أعظم منه، لأني بقول لكم قبل ما يكون. فاللي بيحصل إن أنت إله واحد،
الله واحد في ذاته وصورته وروحه. انما زي ما انت كده بالظبط على مثاله، ذاتك اعظم من صورتك. مين اللي بيحافظ على صورتك اللي هو جسدك؟ ذاتك. بتفكر اكله اشربه احميه انجيه، فبيخضع له كل شيء، وروحه موجوده. الروح ده للذات والصوره، فلا شك ان الذات عشان كده يا فوق موجوده فوق، كل الرئاسه فيها اعظم من الصور من الجسد. والروح موجوده هي روح الاثنين، الاثنين واحد، ثلاثه واحد اصلا اقول لك. فهنا بيهمنا في الموضوع ده انه خير لكم ان انطلق ان لم انطلق لاتيكم الايه؟ وبعدين قعد 10 ايام، وفي يوم الخمسين ظهر هبوب كده ريح جايه وبلسنا فرنسا. عشان كده بيقول لك ايه، هيجي فبراير، احسبها انت 7 يناير على اخر فبراير، يقول لك 50 جت على معنى الكلام هبوب الريح وات ايفر، يعني اوائل المده دي 50 يوم يعني وات ايفر. في اليوم ال 50 دي حسابات كلها اللي انت عارف 43 و50 حاجات دي كلها موجوده ليها دلالات رمزيه. فهنا جاي بيقول لك، بيقول لهم كمان يوحنا 16 13 15 ان لي امورا كثيره، وبيكلمهم قبل ما يمشي. ايضا لا اقول لكم، مش هقدر اقول لكم كل حاجه، انا جسد قدامكم هنا حضرتك، هقدر اقول لك واقول لك مش هخلص. ده شغل انا رتبته خلاص، نزلت الهوايا الروحيه، ضربت الاعداء تحت، لميت الارواح كلها، لبستها اجسام صوريه روحيه مجابره، ارواح البره بتاعت البومين كلهم، ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى خد بالك، ويوسف خد بالك، ورا بعض بقى، ودانيال وحسقيال وارميا وإليشع وكله وإليا كله كله وات ايفر، يعني حتى إليا مش قاعد في ملكوت الله، كل ده مستنيين أن يلبسوا أجساما صورية محجبة من مادة القيامة الحياة الأبدية اللي قام بيها. ثانيا بيضرب الأعداء وبيقيدهم والحاجات دي كلها، وبعد ما خلص ده لسه في دائرة الكون الصوري المادي، لسه في العالم قاعد 40 يوم. هطلع بقى من العالم كما جئت من الآب للعام، أطلع تاني للآب، فهطلع له السكة صعبة. ده كون روح وجاي بقى حامل معاه جنود الانسان الكل ومعاه سلطان مستنيينه في السكك بيحارب لحد يطلع فوق. وصل الاب مش سايبه بيحارب، هو بيساعده من فوق، فاهم؟ حرب شغال، بس ايه، ملك الملوك طالع، الابن منتصر ضرب كله وطالع. دخل بقى جلس عن يمين الاب وابتدى قال له ايه، الناس دي تعبانه بقى في تحت دول مستنيين، نرسل لهم ايه، روحوا حق ينبسط وانا هبعته لهم. فهنا بيقول لهم فبعته لهم، اصبحوا بقى ايه، كل واحد منهم بقى مسيح، بقى اله متجسد، بطرس بولس كل حاجه. فايه، اصبح ان لقوا قدرات عجيبه بس هم مش فاهمين، فبيعملوا عجائب وبيعملوا قوات عشان كلمه الله تنتشر وانجيل المسيح ينتشر على طول كده هو ماشي. وبعدين في كل وقت ايه؟ طبعا لما بقوا الهه هم في الجسد هيأذوا نفسيهم، لازم يتعبوا، لان طول ما انت قوي هتنسى الله، اول ما تبقى ضعيف يا رب الحقني. فهكذا بولس الرسول قال له اخواتي في الضعف تكمل، ما كنتش تضعف مش هتقول يا رب، طول ما انت قوي الله ده مش ممكن هيعمل لي ايه يعني. تضعف تقول ده انا انسان الحقني اعني يا رب. فهكذا كل ده طلع من مزامير داوود، عشان كل ما يتعب يصرخ لربنا. فكل ما انت قوي الله غير موجود في فكرك، انا كويس. تضعف الله موجود يا رب. فهنا بقى هنا نص تاني بيقول لك هنا يوحنا 16 ان لي امورا كثيره ايضا لا اقول لكم، ولكن لا تستطيعوا ان تحتملوا، لأن هيكلموا على مذكور الله. فإيه اللي أعمله لكم؟ هبعت لك روح القدس، أما جاء ذاك روح الحق، روح الحق ده فكر الحق، بيتكلم بالحق، فورشدهم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما الآب هو لي، خد بالك المرتبة دي عظيمة جدا، كل مال الاب هو لي، خلاص انا عملت العمل،
الابن جه وحيد عمل كل حاجه مسرت، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، مسرت الاب انتصر وجاي، فقال له خد كل حاجه معايا. كل ما الاب هو لي لهذا قلت انه ياخذ مما لي ويخبر. فالروح القدس روح الحق، الروح المعزي، الروح المرشد، بياخد كل حاجة من فوق، ده ميسنجر بيبعت ينزلها يوصل الحاجة بالروح، لأن مسافة طويلة جدا مش هقدر، يعني مسافة طويلة جدا عشان أبعت ليها قوانين، أبعتها بالروح القدس. عشان كده الرب يسوع بيقول لك إيه؟ الريح، الروح زي الريح تهب ولا تعرف أنها جاءت ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من إيه؟ من الروح. فهنا الروح هنا مهمة جدا. يوحنا 14:26، أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، خد بالك النظرية ازاي، اصحى معايا. الآب بيبعت باسم الاب، الآب مبسوط بالاب، كل حاجة هو اللي عمل كده. ده الآب، لا هو اللي عمل كده، ده هو انتصر وهو عمل وغلب وتمجد، أنا بعته عشان يعمل لي كده، أنا ما أقدرش أنزل في جسد. هو أقلوم صورتي، أديله في صورة جسدية، ما اقدرش انزل. ولا الروح القدس تتجسد. ما اقدرش. فده عمل عمل عظيم قوي. نهى مملكة ابليس كلها خالص دي كلها، وجاب لي حكم عليه عشان يستحق الفناء والموت الروحي. وهيجيب لي المؤمنين كلها الى ملكوت الله. اوكي. اما المعزل الروح القدس الذي يرسل الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. اهم حاجه ان هو على طول هياخد فكر الحق ويذكرك على طول قال ايه وما قالش ايه وتعمل ايه وما تعملش ايه، فهكذا. بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. والان نتكلم على الفصل الرابع عشر اللي هو من كتاب المؤمن المسيح الحق، اللي هو الوجود الانساني السالب، اللي هو سلب الوجود الانساني. هنا هنتكلم على سكن صوره الباطن او النقطه فيه عالم الوجود المادي الذي نعيش فيه، هو عالم سالب متاثر بالشحن الروحي السالب من العالم الروحي السفلي، عالم الهويه والموت الابدي. وقد شحن العالم بالشحن الطاقي السالب الذي دخل الوجود الانساني وتسلط عليه وسلبه. واصبح الفكر الانساني فكرا شريرا. وضل في ضلالات الفكر المظلم. وانجذب لشهوات الفساد والنجاسه. ذلك لان ابليس صوره الباطل الكلي تسلط عليه بشهواته الصوريه السالبه. في محبة المال ومعطيات العالم ومجده، مجد العالم، وسكنت بذلك صورة الباطل في الجسد الإنساني. خليك معايا. في الشهوات السالبة المظلمة وتدين الباطل وفي أعمال الباطل. زي ما قالوا في تجربة الجبل. قالوا إبليس الشيطان وقابل المسيح يجربه وقال لي كل العالم ده ومجده وجميع المبالغ دي اعطى لي وانا اعطيها لمن اشاء. جاست اسجد دي وانت يكون الكل. فهنا معناها ان رئيس هذا العالم سلب مجد العالم كله وصوره ومعطياته فسالت ايه؟ سالبه. هو اللي حط الحاجات دي كلها. وانحصر بذلك الوجود الانساني في فكره وارادته وفي عمله وفي وجدانه الروحي بين ثلاثه ايه؟ محاور. الوجود السالب الباطل الكلي، فكر وإرادة الباطل اللي هو الشرير، وصورة وعمل باطل إبليس، وروح الباطل اللي هو إيه؟ الروح النجس. وذلك سلب الوجود الإنساني في ذاته، فكر وإرادته، وفي جسده صورته وعمله، وفي وجدانه اللي هو الروح. بذلك صار العالم اللي هو الوجود الإنساني. العالم مش معناها الزرع والبحر والحاجات دي كلها. عالم هو الوجود الإنساني نفسه. وجود الإنسان كلها بدم سلب في العالم، لأن الشيطان ما بيسلبش البحر والحاجات دي ولا الزرع والحاجات دي كلها، دي ماشية بقوانين مادية فوق وجوده، قوانين إلهية موجودة ما يقدرش يعمل فيها حاجة،
يعني ايه؟ كما في السماء كذلك الارض، دي مشيئه الله اللي هي قوانين الارضيه، كما في السماء كذلك الارض، ما يقدرش يعمل لها حاجه. انما بقى بيسلم الوجود الانسان عشان يجيب وحدات صوريه روحيه سالبه عنده. وبذلك صار العالم اي الوجود الانساني سالبا ومظلما ومضادا للمؤمن المسيح الحق الموجود من الله الاب ذات الله وابن الله الرب يسوع المسيح صوره الله والروح القدس اللي هو روح الله بجسم صور روحي موجب حق مضادا في وجود الموجب الحق انت كمؤمن مسيح حق للعالم المادي والروحي السالب. بذلك طبيعه المؤمن المسيحي تغيرت، اللي هو مؤمن مسيح الحق ليست من هذا العالم السالب المسلوب. يعني هنا النصوص بتأكد ذلك، 1 يوحنا 5:18 نعلم أننا نحلم الله والعالم كله قد وضع في شرير. 1 يوحنا 4:5 هم من العالم، من أجل ذلك العالم ده اللي هو المظلم السالب المسلوب، كل سلطان الظلمة كله سلب الناس يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم، نحن والله فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع لنا، من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. بل العالم كله وضع في الشرير يا بابا بتاع الايه الشيطان والله فوق. 1 يوحنا 3:9 كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيه لان زاره يثبت فيه اللي هو مولود الله، جسم الصور روح الموجب من جواه ثابت فيه، ولا يستطيع ان يقتل لان المولود من الله بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. في اولاد الله واولاد ابليس. يوحنا 15:18-19 ان كان العالم يبغضكم من الرب يسوع بيقول فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم، ولو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته. لو انتم من العالم، لو انتم مش ابناء الله وانا اخترتكم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اوكي؟ يوحنا 17:14-17 ده بيكلم الاب، الابن بيكلم الاب المسيح. انا قد اعطيتهم كلامك، والعالم اللي هو الوجود الانساني المسلوب بالشيطان ابغضوا لانهم ليسوا من العالم، خلاص بقوا ابناء الله. كما اني لست من العالم لان انا ابن الله الوحيد المتجسد في العالم، لست اسال ان تاخذوا من العالم بل ان تحفظوا من الشرير، لان الشرير هو كل العالم بتاعه. تحفظهم حتكونوا محطوطين عند الشرير في العالم، قدسهم في حقك. هنا كمان يوحنا 8:36 ده الرب يسوع، مملكتي ليست من هذا العالم. يوحنا 17:16 ليسوا من العالم كما اني لست من العالم. يوحنا 17:24 ايها الاب اريد ان هؤلاء الذي اعطيتني يكونون معي، عاوز ياخذهم معي حيث اكون انا لينظروا مجدي الذي اعطيتني لانك احببتني قبل انشاء العالم. معرفه الله سابقه احداث كلها. يوحنا 6:30 لاني نزلت من السماء ليس لاعمل مشيئتي بل مشيئه الاب الذي ارسلني. يوحنا 16:36 فإن رأيتم ابن الإنسان صعيدا إلى حيث كان أولا. كل دي بتأكد المسيح ليس من هذا العالم، ولما آمنوا به صار لهم وجود صور الروح الموجب حقه جواهم فأصبحوا ليس من هذا العالم، وهو مطلوب أن يأخذوا من فوق وكل المؤمنين بالرب يسوع المسيح. أوكي. هنا نيجي الموضوع الثاني هنا عشان التايم بس هينقل هنا عطايا الباطل. اوكي. عطايا الباطل. يحيا المؤمن المسيحي الحق في عالم الوجود المادي الباطل اللي انت موجود فيه بفكر روحي موجب حق، واراده روحيه موجب حق، واحساس روحي موجب حق، وتمييز روحي موجب حق، وذلك باستقبال طاقات نوعيه روحيه موجبه يستقبلها قلبه الروحي الموجب وعقله الروحي الموجب لجسم الصور الروحي الموجب المولود به من الله. اوكي؟ وكل من هو مولود، كل من ولد من الله
بجسم الصور الروحي موجب يحمل صورة الله اللي هو صورة ابن الرب يسوع المسيح، يكون صورة الله ويسكن فيه الروح القدس. اوكي، هنا بقى عملية كبيرة نحب نتكلم فيها، موضوع مهم. تيجي دي اللي احنا بنقول عليه كل من يحمل صورة الله جواه. هنا النقطة دي مهمة قوي، النصوص بتشهد ان انت بتتغير وبيجي لك صورة الله جواك، جسم صور الروح الموجب حق واخد صورة الله. روميا هنا 8:29 اقوال بتقول صورة الله، طبعا اللي هو يكون صورة الله اللي هو الابن، اللي هو صورة ابن الرب يسوع المسيح. لان الذين سبق فعرفهم سبق فعيانهم ده الآب، بيحب الابن أب وعملوا عمل كامل، سبق فعرفهم سبق فعيانهم ليكونوا مشابهين ايه؟ صورة ابن. عاوز صورة ابنه يكون في المؤمنين، خلي بالك معايا كويس قوي، ليكون هو بكرا بين ايه؟ اخوة كثيرين. 2 كولوسي 3:18 ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة. عينه هتغير للصورة الجديدة. كولوسي 3:10 إذ خلعت الإنسان العتيق مع أعماله اللي هو الجسد المات، خلعت الأعمال ولبستم الجديد اللي هو جسم الصور الروحي الموجب اللي هو صورة الإبن الإلهي، صورة الله الذي يتجدد المعرفة حسب إيه؟ صورة خالقه اللي هو صورة الله. أهم حاجة صورة الله بتنزل في المؤمنين. غلاطية 4:19 يا أولادي الذي أتمخض بكم، أتمخض ده بولس الرسول قاعد يشرح لهم كتير قوي، يا أولاد الذي أتمخض بكم، عاوز يحصل ولادة، أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم، يحصل لكم الكلام بقوله الكلام الحق اللي بكلمه لكم ده وعمل الحق، يحصل لكم أتمخض فيكم، يحصل لكم ولادة صورية روحية موجبة حق تيجي فيك صورة المسيح، صورة الله. خلي بالك من الكلام بس عشان ايه؟ تبقى فاهم متابع يعني. في لبي رسالة بولس الرسول الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده اللي هو صورة الله. اوكي، يبقى هنا الموضوع هنا بنقول ايه بقى؟ الآب عاوز يحط صورته اللي هو صورة الابن في المؤمنين. ليه معناها ايه؟ عاوز يحط صورته في المؤمنين. ايه معنى هذا الكلام؟ المسيح بيقول كمان هنا أربعة، هنا يوحنا 6:32 خليك معايا، أبي يعطيكم الخبز الحي من السماء. لسه انا خبز الله، لان خبز الله هو الخبز نازل من السماء الواهب حياه للعالم. قال يسوع انا هو خبز الحياه، من يقبل الي لا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه إيه؟ خارجا. لأني نزلت، قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، وهذه هي مشيئة الذي أرسلني اللي هو الآب، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير، لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الإبن، خلي بالك يرى الإبن، يرى الإبن يعني مش تشوفه، أنا بشوف المسيح دلوقتي 2000 سنة، اللي شافوه ساعة ما جه، المدة اللي كان قاعدها، ما شافوش بعد كده، و40 يوم ظهروا الكلام ده كله، كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، بقى ايه القانون هنا بقى؟ خليك
معايا؟ كل ما يرى الابن حضر الابن ازاي؟ يسوع يتصور فيك حضراه جواك، جسم صورة الابن تنطبع فيك، كل الحكاية، كل الموضوع، الاب له مسار، ان هي صورة الابن دي الاب ملكوت الله واسع جدا، عنده ابن الهي واحد مفيش غيره، وخلق الوجود الانساني من زمان ايام ادم وكلام ذلك يعني، على مثال عاوز يعمل من صورة الابن دي صور كتيرة قوي في المؤمنين، ويجيبهم فوق اخوة لابن الوحيد ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين. هيعمل ازاي؟ فكر يعمل ازاي؟ العالم تحت وانا في اعالي كون الروح، كون روح، هاخد انا سماتي الصورية الالهية احطها اللي هو اكنون صورات اللي هو ابني، ابني الوحيد، وجود الصور الالهي، الصورة للذات، والصورة اولى بالذات من الروح، ده الاب والابن، احطها وابعتها، ابعتها ايه؟ للعالم، قوة العلية تظللك، للعذراء مريم، ما انا عاوز اجيب ابن انساني، والروح القدس يحل عليك، نقل السمات الصورية كلها، وقوة العلية تظللك، قدوس المولود منك اللي هو يسوع يضع ايه؟ ابن الله، هو ابن الانسان، هو اصل ابن الاله، فنقل السمات الصورية الالهية في العذراء مريم. طلع يسوع عليك مهمة تعملها. ايه المهمة اللي انا عاوز اعملها؟ هتخلصني من المؤمنين بيا دول كلهم. تحيي العالم ده من الموت. الوجود الانساني من الموت. من سلب الشيطان ده في موت جسدي وموت روحي هجيبهم فوق عندي. اوكي؟ انا عملت ايه معاك انت؟ انا خدت يعني انا بستعمل الالفاظ بس العلمية يعني. خدت الدي ان ايه بتاعي. لله الاب. خد بقى الكلام ده يعني خليك عشان تبقى فاهم في العلم. الدي ان ايه بتاع ذاتي. انا مش هعمل كوبي تانية منك. خدت الدي ان ايه بتاع الصوري اللي هو انت. هنزلته تحت بالروح القدس في الوجود الانساني ده غريب عني ده تحت موجود. انا في علاء كل الروح. اخترت العذراء مريم ودون نور. جهزها ازاي؟ حطها ازاي؟ لمت جميع عناصر الوجود الانساني زي في علم الطبيعه والاعمال الروحيه انا واجهت العنصر الانساني، جهزها بطريقه معينه دي اللي هتحمل. نقلت الدي ان ايه بالروح القدس بوجود الصور الالهي اللي هو الابن الالهي وقعد فوق الابن الالهي خلي بالك قعد فوق. خدت منه سمات الصورية الروحية الأب والابن بيشتغلوا مع بعض وراح منزل عملية كبيرة أوي فعلوا الكنائس والفهم ونزل حطه واتولد في يسوع المسيح حاملا السمات الصورية الإلهية المتحدة بالذات الإلهية فوق أنا والأب واحد كل ما رآني فرأى الأب أنا الأب فيا وأنا فيه وخدها. أوكي هتعمل إيه بيها؟ كل عملية الآب عاوز يصور وجود الصور في المؤمنين عشان يجيبهم فوق، عاوز يحط صورته اللي هو صورة الله اللي هو الابن اللي هو الوجود الصور الإلهي لله الآب، عاوز يحط في الوجود الإنساني. وقع الاختيار على مريم قبليها تنبؤات 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 بعد قبل المسيح هيجي من هنا المسيح هيجي من هنا كلها تنبؤات مكتوبة لأن تنبؤات بيخبركم بامور اتيه بينبأ عن حاجه هتيجي فبيقول ده الله يعرف الزمن معرفته سابقه فجه اتولد يسوع المسيح من العذراء مريم. مين هو يسوع؟ حامل السمات الصوريه الالهيه للذات الالهيه في وجود انساني اصبح الصوره كلها صوره الله فيه
حامل الدي ان ايه كله زي ما تجيب ذاتك كده وتعمل لك صور تانية من غير جواز من غير حاجة. تاخد دي كولوني اللي هو بيقولوا عليها تطلع العلم طلع دلوقتي يقول الكلام ده كله. بس الله الاب في وجوده الالهي بيقول الموضوع ده وحصل ان هو المسيح جه يسوع معاه سمات الصوريه الالهيه كلها دي ان ايه كلها بتاع الوجود الصوري كله موجوده والوجود الانساني متجسد في جسد مولوده من العذراء مريم حامل كل السمات الصوريه الالهيه كلها والوجود الانساني كله في وجوده عشان يديه للناس. ما يقدرش يديه لحد معين مش يعني فئه لوحديها كل حياه العالم كله الوجود الانساني كله لانه مخلوق على مثال الله في ذات هم اولاد الله جسديين بس مسلوبين بالشيطان عاوزهم فوق. فايه اللي حصل؟ طب انا هنقلها ازاي؟ هنقلها ازاي؟ ده يسوع بيتكلم هنقلها ازاي؟ انا سوره الله فيا عاوز انقلها في الناس دي. اختار الناس لكل من اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياه ابديه لكل من اعطيته وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت اله الواحد الحقيقه وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته ده نازل يحمل الصوره الالهيه عشان ينقلها رسول معين ممجد بطريقه معينه بيعمل العمليه وصعب عليه قوي. ليه؟ هيخش في الوجود الانساني ويدعوهم في عالم الشيطان العالم كله قد وضع في الشرير وعاوز ينقل وجود الصور الالهي الى الوجود الانساني الذي يؤمن به يولد من الله بصوره الله بروح الله. ايه اللي عمله؟ ايه اللي عمله؟ كل دول الوجود الانساني تحت سلطان الموت الجسد الموت الروحي من الشيطان. مفيش الا اعمل حاجه واحده. دقيقه واحده. اعمل حاجه واحده ان انا اقدم جسدي فداء عنهم. فاموت على الصليب بفعل الشيطان في سلطان الظلم. فاجي قبل ما اموت على الصليب واؤمن دقيقه واحده. فهو الرب يسوع المهمة اللي هو بعتها له الآب بيقول لازم تعمل العملية دي. فبيقول له ثلاث مرات ان انت ايه لا داعي ان انت تعمل الحكاية دي خالص كل شيء مستطاع لك ما اقدرش اشرب هذه الكأس. فقال له ثلاث مرات فقال له ما فيش هو لازم تعملها لتكن ارادتك وليست ارادتي. فجي ايه العمليه هنا؟ هيموت على الصليب بفعل شيطان كله في ذاته وصورته وروحه. شيطان بحاله كله مملكته كلها خدت الابن الالهي المتجسد في شخص يسوع المسيح اللي حامل صوره الله وصلبه. أمته لما مات ده صوره الله متجسد في جسد الانسان اللي هو يسوع المسيح. يسوع ابن مريم. اوكي؟ ايه اللي حصل لما مات صوره الله قائمه فيه؟ فطبعا نزل لعالم الموت. مملكه الشيطان هي مملكه الموت. والشيطان في ذاته وصورته وروحه هو اله الموت. وهو قابض على السلطان على المؤمنين على وجود الانسان كله. نزل له في مملكة ده قدوم صورة الله متجسد في يسوع المسيح ابن الإنسان. نزل حارب جامد جدا وهزم الشيطان في مملكته في ثلاثة محاور شرير وإبليس والروح النابس وخد صورة الله حافظها اللي هو موجودة فيه وقام الأموات عمل القيام. أما قام بالأموات أصبح صورة الله الموجودة دلوقتي في صورة الإنسان اتحدت بيها فأصبح صورة اللي هو اللاهوت في الناسوت صورة الله في صورة الإنسان مع الدي إن إيه بتاع الوجود الصور الإلهي لذات الله ومع الدي إن إيه لجميع البشر.
اصبح ماده جديده اقدر انقل بيها الوجود الانسان لكل من يؤمن به، اديه من ماده وجود الحي الالهي والانسان الموجود. حاجه جديده جدا طلع فوق يطلبوها يؤمنوا، تنزل في اللي هي صوره الله في صوره الانسان، لان الانسان يقبل دلوقتي، لان وجود الانسان يقبل وجود الصوره الالهي. فبص تلاقي يجي فيه، تتصور فيه المسيح زي ما بيقول لك بولس الرسول في اقواله، يتصور فيه المسيح اللي هو صوره الاب. فبالطريقه دي ان انت هنا دي الموضوع اللي قام بيه الفداء والقيامه، يعد ماده الحياه الابديه كلها عمليه، ان هو الله الاب ملكوت السماوات كبير علي، يعني ضخم قوي قوي. ليه ابن وحيد ما يقدرش يخليه غيره؟ فعاوز اخوه كثيرين له من وجود الانسان، مش من الملائكه، من اي حد، من الوجود الانساني. ليه؟ لان الوجود الانساني على مثاله محبوس في عالم الشيطان، وقاعد يجيبهم بموت جسدي وموت روحي وتقوى مملكته، ويبقى مضاد للاله الواحد، ففي حرب روحيه جامده جدا. فنزل الابن واخضع الكل امامه تحت قدميه، وصعد واصبح وارسل الروح القدس. ده اللي بينقل بقى ايه؟ صوره الله في المؤمنين، يولدوا من الله بصوره الله وبروح الله. هنا نيجي لموضوع تاني اللي هو هنا. اوكي. هنا بيقول لك لا يقدر احد، يوحنا 6:44، ان يقبل اليه ان لم يجتذبوا الاب. يعني ايه يجتذبوا الاب؟ يجتذبوا، يطبع فيه صورته، صوره الابن يعني، بالولاده الصغيره الروحيه من الاب، بالايمان بالاب. اوكي. وانا اقيمه في اليوم الاخير. اليوم الاخير يعني ايه؟ يوم ما يموت، مش انقطاع الظهر، يعني ساعه ما يموت اقيم، ما دام فقد جسده اقيمه بجسم صغير روحي اللي هو انطبعت فيه صورتي انا، ما دام صورتي خلاص في قوه جذب جامده قوي. ليس احد راى الاب الا الذي من عند الله، هذا قد راى الاب. الاب محدش راى الاب الا الذي من عند الاب، عند الله الاب اللي هو الاب، فعارف صورته، راه شاف، دي صوره الاب، عارف هو اللي يقدر يصورها الوحيد. الملاك ما قدرش يشوف صوره الله، وهو نفس صوره الله عرفها لانه ده رآه رؤية. فهنا معناه الابن يصور الاب في المؤمن اذ هو صورته، اللي هو دي معنى رأى الاب. فبيقول لك رأى الاب، مش بيكلمه كلام مجازي، مش رأى يعني شاف وقعد معاه وكلمه، رأى هو صورته، عارف صورته، وهو الوحيد اللي يقدر يفك السفر وينقل الصوره بتاعت الاب في الوجود الانساني. وصوره الاب هي الاب، لان الابن هو صوره الله، صوره الله، لان الله لا يرى احد ملوش صوره، ده فكر. انما الوجود الصوره الالهي هو الاب، انما عشان يحيا الابد الاب ده حياه في ذاته، بينقل صوره الله اللي هو الاب، ينقلها في المؤمنين ليكون هو اخوه، يعني بكرا بين اخوه كثيرين. اوكي. هنا بالنسبه لدي هنا هنيجي نكلمك بقى، هنا دي تنقلنا لنقطة ونسكت. دي تنقلنا لنقطة مهمة جدا، من يؤمن به فله حياة أبدية. أوكي. دي تنقلنا لنقطة مهمة جدا اللي هو المسيح بيقولها يوحنا 6:48، تنقلنا لمفهوم مهم جدا في تدين المسيح الحق اللي هو جسد المسيح. تناول يوحنا 6 عشان نخش في الموضوع ده،
خليك معايا، هندي لك ما جاء عن تناول اللي هو جسد المسيح ودمه. الأربع أناجيل اتكلمت على الكلام ده كله. هديك مفهوم كل إنجيل ورسائل بولس الرسول كانت بتتكلم. لوقا 22 14 20 ده إنجيل لوقا. ولما كانت الساعة، لما جت الساعة يعني اتكى في الفصح يعني. اتكى والاثنى عشر رسولا معه، بيقول عليهم رسولا. وقال شهوة اشتهيت أن آكل عيد الفصح معكم قبل أن أتألم. عارف هيروح يصلي. لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل ملكوت الله، يكتمل ملكوت الله اللي هو الحاجات الأمة الإيمان يعني كان. ما نعرفش هيكتمل إمتى. سنة 2000 دلوقتي 3000 4000 20000 دول زمن ماشي إزاي. ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه اقتسموها بينكم. ده لهم كاس، كاس وعين خمر. لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمة، انا الكرمة وانتم الاغصان، انا الكرمة وعيب الكرام عاوز الحصاد حتى ياتي ملكوت الله. واخذ خبزا هنا بقى وشكر وكسر فأعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. ده لوقا. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، يعني خد بالك بره الكأس بحاله كده قال لهم اقسموها بينكم، ومر الخبز أعطاهم في العشاء وقال له ده جسدي الذي يبذل عليكم عنكم، وبعدين اصنعوا هذا الذكر في الجسد. وكذلك كأس ايضا بعد العشاء بعد ما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عن كثيرين. خد بالك ترتيب في الفصح ازاي بيتعمل. اصنعوا هذا الذكر من ناحيه الجسد، من ناحيه الخبز قبليها شرب الكأس كله اقتسموها، وبعدين بعد العشاء شربوا كأس بعد العشاء ادالهم قال هذه الكأس هي العهد الجديد، عهد جديد بدمي الذي يسفك عن كثيرين. هنا بقى واحد كورنثوس، عنديك الاناجيل قبله بس نديلك قبله واحد كورنثوس لان بتاعت اللي ايه بولس الرسول 11 24. ده بولس الرسول في نص الانجيل عشان ما اقراش كتير في الانجيل يعني موجود. كان اول نظام الكنيسه اتعمل عملها بولس الرسول، وبعدين كل بقى مثلا حد ولا جمعه وطبعا العادي اللي هو فيه يقولوا عشاء الرب عشاء الرب عشاء الرب، فيروحوا ايه كل عشاء الرب في الكنيسه عشان ياكلوا هناك ويشربوا عشاء خبز وخمر وما الى ذلك. فايه ناس ايه بتيجي ايه تاكل وتشرب. فطبعا بولس الرسول بص للكنيسة والناس وبيقولوا ايه اللي بيعملوه دول، فلقاهم ايه يعني زعل منهم. اما زعل منهم من الكلام اللي هم بيقولوا عليه بيقولوا يعني، فهنا في الرسائل رسالة كورنثوس 11 24 الاولى 11 24 الأولى ولكن إذ أوصي هو بيقول خليك معايا بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأرض، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات وأصدق بعض التصديق لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضا لكون المزكون ظاهرين بينكم. أوكي؟ فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، رايحين الكنيسة يأكل
لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، الواحد يجوع الآخر يسكر، فليس لكم بيوت تأكلوا لتأكلوا فيها وتشربوا، أم تستهينون بكنيسة الله وتأكلون الذين ليس لهم؟ اللي ملوش بيجي كنيسة الله عشان عشاء الرب بيتعمل، التاني بيجي روح كل في بيتك، ما انت قادر تاكل في بيتك وتشرب، بعدين تيجي لك تبع كنيسة الله دي مطهرة مقدسة. اوكي افليس لك اوكي ام تاكلون الذين ليس لهم، ماذا اقول لكم؟ امدحكم على هذا؟ لست امدحكم، لاني هنا تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا به. هنا ان الرب يسوع بيقول حكايه، في الليله التي اسلم فيها اخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسد مكسور لاجلكم، اصنعوا هذا لذكر. كذلك الكاس ايضا بعدما تعشوا قائلا هذه هي الكاس هي العهد الجديد بدمه اصنعوا هذا ايه كلما شربتم لايه لذكر. تاكل خبز ده افتكر جسد الرب، تعمله وتقول ده جسد الرب. تشرب خمر تفتكر، كل ما تشرب تقول ده دم المسيح عشان تتذكره. اوكي نيجي بقى هنا بيقول لك لذكري، فانكم كلما اكلتم هذا الخبز، اما انت تقول ده جسد المسيح، وشربتم هذا الكأس تقول ده دم المسيح، تخبرون بموت الرب الى ابد، لان ده جسد ودم مات ذبيحه هتخبرونا بموت الرب الى ان يجي. ده النص صريح. متى 26 ده الثاني بقى في انجيل متى. وفيما ياكلون اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر واعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، وها اخذ الكاس وشكر واعطاه قائلا اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من اجل كثير لمغفره الخطايا. خد بالك الرب يسوع بيعملها عيد الفصل، ومش هاكل منه تاني لحد ما يكمل ملكوت الله، ولا هشرب ولا حاجه منه. اوكي بيعملها حاجه عملها في عيد الفصل عشان رايح جسد ودم يقول لهم انا هموت عنكم. اوكي فتذكروني الى ان اجي. هنا مرقس بقى 14:22 وفيما هم ياكلون اخذ يسوع خبزا وشكر وبركه وكسر واعطاهم وقالوا خذوا كلوا هذا هو جسدي، ثم اخذ الكاس وشكر واعطاهم فشربوا منها كلهم وقال هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عن كثير. قول لهم انا ده جسدي ودمي، عايز تصلي ثاني يوم. اوكي يجي انجيل يوحنا اسكيب الموضوع ده خالص، جه عند الفصح ما اتكلمش عليه خالص ولا عشاء الفصح اطلاقا، مع ان هو يعني اللي بيتكلم كلام الالوهيه كله على المسيح، انما جه في حاجه ثانيه ما اتكلمش خالص الفصح ده، الفصح كله اتكلم عليه لوقا وطبعا بولس الرسول ومتى وبرقس. يوحنا بقى شوف بقى طريقته، ما رضاش يتكلم خالص، الفصح ده خلاه حكايه بيلاطس والمحاكمه والكلام وبستان جسيماني وسلموه الكلام ده كله، انما اسكيب الحته دي. جه قبليها في نصوص يوحنا 6 بدري قوي اتكلم في تعليم المسيح، بيقول المسيح بيقول حاجات غريبه. يوحنا 6 ابتداء من 48 انا هو، اقول لهم بقى انا هو خبز الحياه. خد بالك من المفاهيم عشان تبقى فاهمها. أبأكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز الحي الخبز النازل من السماء قصدي لكل لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا جيت أنا الخبز الحي الخبز النازل من السماء فوق يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي تاني الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. كلام صعب. والخبز الذي أعطيه
مش جسد مسيحه ده، هو جسدي الذي ابذله من اجل حياه العالم. خلي بالك هنا عمليه جامده، احنا لسه بنتكلم ان الابن جه يعمل عمليه كبيره قوي، يطبع صوره الله في صوره الانسان عشان يولد بجسم صوره الروح الموجب حق. الكلام اللي كلمناه لك قبل كده، كل العمليه عاوز الله الاب يطبع صوره الابن في كل المؤمنين به عشان يجيبهم فوق، يبقى هو بكره بين اخوه كثيرين. مسيح ده في الفصح ده موضوع تاني، هيجي عمل شهيد اكل عيد الفصح معكم شاونا الشهيد قبل ان اتالم، عدى الفصح والفصح عادي هناك خبز وخمر واكل وخبز وخمر، خد الخبز قال ده جسد، خد الكاس قال ده دم. بولس قال كده وبرقص ومتى واتفر يعني، مع اختلاف في التقسيم شويه، ده قال ساعة الكأس بعد العشاء وده قال كذا وهو تبر يعني. إنما بيقول لهم بيوقع الصلب ثاني يوم وهتسفك دمه. وجسدي قال لهم ده جسد مكتوب لأجلكم ودمي الذي إيه؟ هيسفك من أجل كثيرين، أنا جاي عشان العملية دي. عملية كبيرة أوي، هيعمل عملية كبيرة أوي يحارب الشيطان، هيطبع صورة الله في المؤمنين. بعته عشان يعمل العملية دي. مش بسيطة. كلام مش بسيط. موضوع الفصح يوحنا ما تعرضش ليه ابدا بالرغم ده بتاع يقولوا هاي. قال لك انا هو خبز الحياه، ابقى اكل منه في البريه وماتوا، هذا هو الخبز الحي، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي ياكل منه الانسان ولا يموت. من اكل من المسيح ده اكله جسد ده المسيح يعني مش هيموت ابدا. هذا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، ان اكل احد من هذا الخبز يحيى الى الابد. مش بس لا يموت، يحيى الى الابد. والخبز الذي انا اعطيه هو جسد الذي ابذله من اجل حياه العالم وضحك. فخاصم اليهود بعضهم بعضا وقائلين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لناكل؟ ازاي هيدينا جسده لناكل؟ انا هو الجسد خبز الحي نازل من السماء، لو كلتوني تحرقوا الابد. طبعا اكلك ازاي؟ هناكلك ازاي؟ لازم يموت بمعرفة الشيطان ويطلع قيامة ويطبع صورة الله في المؤمنين به. للولادة من الله بجسم صورة الروح الموجب حق. كيف يقدر هذا أن يعطينا جسد ناكل؟ فقال لهم يسوع تاني، بيقولوا ازاي؟ أنت قاعدين تخاصموا ازاي يدينا جسد؟ إيه الكلام بيقولوا ده؟ هناكل جسده ازاي؟ فقال لهم يسوع، مش مثلا أوكي نطالب بالإنجليزي، نعم. أكد تاني، الله أنا أقول الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكل جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. مش هتنطبع فيك صورة الله، عشان تنطبع فيك صورة الله تؤمن بي، من يؤمن بي له حياة أبدية. الايمان هينقل لك صوره الله بالروح القدس. ومن ياكل جسدي ويشرب دمي فله حياه ابديه وانا اقيمه اليوم الاخير، لان جسدي ماكل حق ودمي مشرب حق، من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. كما ارسلني الاب الحي وانا حي بالاب، فمن ياكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الحي الذي نزل، الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما اكل اباؤكم من وماتوا، من ياكل هذا الخبز فانه يحيى الاب. هنا البوينت المهمة أول عايزين نكلمك فيها، إن هي الفصح اللي اتعمل وجسد المسيح ودمه بيعبر على الذبيحة اللي هيعملها وإن هو هيتصلب تاني يوم. اكسكيوز مي. في يوحنا كله بيتكلم على إن الإيه؟ لازم تأكل المسيح. من يأكلني يحيى بي. It is okay. ان انت خدت الكنيسه، خدت اللي هو اعداد الفصح لذبيحه المسيح كرمز، جسده ودمه، يعطيك جسد ويعطي الدم في بتناول الجسد والدم، ده ذبيحه تخبرونا بموتي الى ان اجيب، والتاني اصنع هذا لذكري. خدوا بقى كلام يوحنا كله اللي هو
من ياكل جزء اثبت فيه وانا فيه، ومن يعني له حياه ابديه، ان هذا الخبز نازل من السماء، كل من ياكلني يحيا به، انا الخبز نازل من السماء، ان احكي يحيا للابد. والكلام ده كله خلي بالك، كل الكلام ده كله ايه؟ جسد ابن وتشرب دمه، وليس لكم حياه فيكم ان لم تاكلوا جسد الانسان. من ياكل جسدي ويشرب دمي فله حياه ابديه وانا اقيمه في اليوم الاخير، لان جسدي ما اكل حقه ودمي ما اشرب حقه. ده طقس كله حطيته انت. انت بتاكل جسد المسيح وتشرب دمه مش معناها مش هتموت، بتحيا للابد. ده طقس بيذكرك بالحاجه، ان انت ذكرت بالحاجه، سواء بالتذكير بالتناول من جسد المسيح ودمه، بطقس موجود. كل عمليه انت كانسان عاوز تخلص، عاوز تجيب الدي ان ايه اللي هو بتاع صوره الله، اللي هو بتاع الابن في وجودك انت، بالايمان وبالاعمال وبالايمان بالمسيح وبالصلاه والحاجات دي كلها، الله يولد صورته فيك. فاللي حصل ان انت يوحنا بيتكلم على يحيى بيه والحاجات دي كلها، بيقول للعالم انت مش هتقدر اطلاقا تكون لك حياه ابديه ان لم انا اعطيك، الا انا اكون ذبيحه وانا اللي هقوم الاموات وهديك هذه الحكايه كلها. مش طقس جسد المسيح ودمه، انما سو امبورتنت ان انت كمؤمن مسيحي ان تحافظ على التناول وجسد المسيح ودمه، وتتناول منه بانه بيذكرك، بتحاول كمؤمن مسيحي ان لم تنطبق فيك صوره الله وسيله من الوسائل ان انت تجيب صوره الله، صوره الاب، وتولد من الله ولاده صغيره روحيه الهيه من الله. انما عامه الاثنين دول موجودين ولابد ان يثبتوا، لان ده اساس الكنيسه. حاجتين، تناول من جسد المسيح ودمه، اصنع هذا لذكري، او خدوا كلام يوحنا يوحنا انجيل يوحنا ما يثبت فيه وانا فيه، ولم تاكل جسد ليس لكم حياه فيكم، والكلام ده كله ده بيتكلم على موضوع الفداء عامه، وموضوع الولاده الصغيريه من الله، وانطباع الله الاب عاوز يطبع صوره الابن في المؤمنين به، يولده بجسم صور الروح موجب حق. ده حقيقة الإيمان، بيؤكد إن أنا نازل عشان كده. الطقس يتعمل حاجتين اتنين زي ما بقول لك، هما أن تعتمد باسم الرب يسوع المسيح، بغض النظر بقى الأطفال المولودين والكبار اللي هو يؤمنوا بالمسيح يقبلوا المسيح، هو اعتبر لأن أنت عاوز تعمل حاجة رمزية مادية تثبت فيها العقيدة المسيحية، فبتعمل في الكنيسة حاجات من دي، الكنيسة اجتماع المؤمنين أو الحاجة دي، تناول من جسد المسيح ودمه، صناعة عضل الذكر، أو مجلس ما أكل حقه ده ما أكل حق، تاخدها من يوحنا المعمدان وتحطها، أوعى تحطها عشان سلطان كنسي لإخضاع الناس، نور، وأوعى تاخد الأسرار دي، الحاجات المفاهيم دي أوكي، عشان تعمل بيها اللي هي اعتماد باسم الرب يسوع بالماء والروح، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ماء معمودية التوبة اللي هي أصلا بتاعت يوحنا المعمدان لولادة حياة جسدية طاهرة بالجسد، وبعدين الروح اللي هو الروح القدس، معمودية الروح القدس عشان تولد من الله بجسم صور روح إلهي، وبعدين تمارس جسد المسيح ودم بتاخده. الحكاية كلها مش هتاكل الجسد وتتناول، إن كان الجسد المسيح ودمه بيحييك يبقى أنصحك يعني إن أنت إيه، روح تناول عند البطرك أحسن من المطران، تديله دونيشن كويس، روح ده بيعمله أحسن من أي واحد تاني، ما دام الحكاية بقى ده الدواء، الحكايه بايمانك انت. انما كل العمليه الحاجات دي كلها، كل ارادتك ان تخلص من سلطان الموت بان تطبع صوره الابن الالهي فيك، وتولد من الله بجسم صور روح الهي حق، فيكون لك حياه ابديه، وبعد كده الله يدعوك هذه الاشياء. اوكي.
2015. الرب يبارككم. ويسبركم في النعمة. وأرسل روح القدوس. لتولدوا من الله. بجسم صور روحي إلهي حق. أمين كريالي سور. مبارك الآتي باسم الرب. الرب يحفظنا جميعا. في العام الجديد. 2015. باسم الآب والابن والروح القدس. إله واحد آمين. الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح. يكون معكم أمين. الرب يحفظ بشر. الرب يحفظ العلم المسيح الحق. الرب يمجد العمل. أمين كريالي سور. ملكوت الله يكون بداخلكم. كريالي سور. باسم رب الجنود وإله القوات السماوية المقدسة الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد. باسم الصليب قوة الله الخلاص. طيبين بعام الجديد 2015.